أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هنعمل multiple choice questions lecture regarding nerve and muscle، وبإذن الله دي هتكون in two sessions، part one nerve، وبعدين هناخد break صغير، وبعدين part two هيبقى في المسلز بإذن الله. ومرة أخرى زي ما بقول لكم انه المالتيبل تشويس يعني ما ينفعش انك تقعد تقرا نظري او تسمع حتى المحاضرات المطوله، هنا احنا بنركز على اسئله المالتيبل تشويس. بعد ما تسمع المحاضره قلت مره او اتنين، وحتى كما قال لي البعض اتصل بيا من اصدقائي بيقولوا لي دي هو ده ملخص ويصلح بالظبط للام اس كيو، وهو تمام. انت بتلاحظ انها كانها سامري الموضوع، وسامري يعني معتبر. فانت تحل المالتيبل تشويس من المصدر بتاعك، كتاب القسم او ما شابه، اللي تغلط فيه بس تسجله، وقلت اي حاجه غلطت فيها تعمل حاجتين. اذا ما كنتش فاهم ليه هي غلط ترجع المعلومه النظري الخاصه بالحكايه الغلط دي وتعرف ايه الصح بتاعها. اتنين، تراجع اللي بتغلط فيه فقط. بعد كده قلت نفرض انك انت غلطت في شويه ورجعت غلطت تالت مره في اتنين تلاته، تراجعهم تاني and so on. يعني زي ما بنقول في الاملاء، الواحد كانوا بيملونا الاملاء بعد اللي غلطنا فيه ادوهولنا تاني، طب اللي غلطنا فيه تالت and so on. ده الوضع. وبقول مره اخرى ان المالتيبل تشويس كويشنز ليكتشر دي كطلقات الرصاص، يعني بتبقى سريعه شويه، فعاوزك تركز معايا. فنتوكل على الله ونبتدئ بارت 1 أو سيشن 1 في المحاضرة بتاعت النيرف المصري. عندنا عشان تبقى عارف 14 لوحة في النيرف هنناقشهم. نبتدئ باللوحة الأولى وهي النيرف. في المعلومة الأولانية حتى قلناها في المحاضرة السابقة في الأوتونوميك، إن النيرف سيل هي الستراكشر يونت أوف نيرفس سيستم. وكنا قلنا ان الاسئله بتيجي ريجاردنج الاكسون، وقلنا ان الاكسون حواليه فيه تو شيثز، مايلين شيث ده قلناها قبل كده، وده موجود في نوعين من الاعصاب فقط، اونلي ان اي اند بي فايبرز اللي هم المايلينيتد، وده مهمته الرابيد كوندكشن. دي تاني معلومه. وتالت معلومه في الام اس كيو اللي بيعمله هو الشوان سيلز، والمايلين شيث ده انتربتد عند النودز اوف رانفير، هي المكان الوحيد اللي بتسمح بالايونيك اكتشينج، انما نفس المايلين شيث از انسوليتور. في نوع من الاعصاب اللي هو السي ما فيش فيه مايلين شيث، ومع ذلك قلنا بيبقى فيه شوان سيلز. يعني مش الامايلينيتد ما فيهوش شوان سيلز، لا، المايلينيتد فيه شوان سيلز اكتف بتحط مايلين شيث. طب الامايلينيتد دي النقطه الصعبه، في برضه شوان سيلز بس ان اكتف. تاني شيث اسمه النيورولمال شيث او الشيث اوف شوانز، وده موجود في كل النيرف فايبرز الاي والبي والسي. ليه؟ لان قلنا ان هو مهم في الريجنريشن، واحنا عاوزين اي عصب يتقطع نعمل له ريجنريشن. طيب في سؤال ثالث هنا بقى، في منطقه في بدايه الاكسون اهي اسمها الاكسون هيلوك، يعني بروز او نتوق هنا. ده المنطقه اللي بيبتدي فيها الاكشن بوتنشال. ليه؟ لان هي الموست اكسايتابل بارت في النيرون. ليه؟ لان عندها اكبر عدد من الفولتج جيتد صوديوم شانلز، وبالتالي عندها اللوست ثريشولد. فايا كان موضع الاستيميليشن للدندرايتس او السوما او الاكسون، تمدي الاكشن بوتنشال بيبتدي عند الاكسون هيلوك، لان ده الموست اكسايتابل، ده اللي عنده اكبر عدد من الفولتج جيتد صوديوم شانلز، وبالتالي عنده اللويست ثريشولد. طبعا انت عارف ان السؤال الموازي ان مين الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم، ريفلكس ارك قلناه، وقلنا حتى بينقسم الى نوعين، مونوسينابتيك اللي هو مفهوش ولا انتر نيرون، وده ليه اكزامبل واحد في الجسم اللي هو الاسترتش ريفلكس، وبولي سينابتيك بيبقى فيه 1 اور مور انتر نيورونز، وده ذا ريست اوف ريفلكس. يبقى الاستراكشر يونت هي النيرف سيل او النيورون، الفانكشنال يونت
هي الريفلكس ارك اللي هو قوس الانعكاس. ده كانت اللوحة الاولى. نبتدي اللوحة الثانية وهي بتخص الفاكتورز افكتنج الافكتيفنس اوف ان الكتريكال ستيمولس، يعني العوامل التي تؤثر في كفاءة المؤثر الكهربائي. في عاملين طبعا الريت اوف ابلكيشن. لو انت الريت اوف ابلكيشن كان رابيد بتاخد ريسبونس، اما لو بدات ب يعني سب ثريشولد ستيمولس وعليته تو ذا ثريشولد فاليو، يعني وصلت الثريشولد فاليو بس سلولي، ذير ويل بي نو ريسبونس. ليه؟ بسبب الاكوموديشن. طيب نيجي العامل الثاني والثالث اللي هما السترينث اوف ذا ستيمولس والديوريشن اوف ذا ستيمولس، وقلنا هذان العاملان لا يمكن الفصل ما بينهما لدرجة بناخدهم تحت منحنى اسمه strength duration curve. بنبلوت strength مش against the duration، against the minimal time needed by that strength to give a response. يعني strength في مواجهة أقل وقت يدي response. فين بقى الMSQ هنا؟ أول حاجة في أربع بديهيات بيجوا MSQ وهم بديهيات. البديهية الأولى إن المؤثر الأقوى يعطي استجابة في زمن كمل حضرتك في زمن أقل، يبقى the stronger the stimulus the shorter the time، ودي حاجة متوقعة. المؤثر الأقوى بيعطي استجابة في زمن أقل، بس فين الكلمة المهمة؟ within limits. أدي أول بديهية، عد معايا. تاني سؤال، within limits دي هتديني البديهية التانية والتالتة. ليه قال within limits؟ لان في مينيمال سترينث بلو ويتش نو اكسايتيشن اوكيرز، مفيش كيرف خالص، نسميه ثريشولد ستيمولس. ثريشولد يعني المدخل، يا دوبك اقل ستيمولس، وبنسميه ريو بيز. وريو بيز في اللغه معناها ريو يعني كهرباء، وبيز يعني اقل مؤثر كهربائي، سموه ريو بيز. وطبعا في نفس البديهيه الثانيه اقل مؤثر هيحتاج اطول مده وهي اليوتيلايزيشن تايم. البديهية الثالثة زي ما في مينيمال سترينث في ثريشولد كارنت اللي هو الريو بيز الاقل تيار كهربائي، في عندي مينيمال تايم اللي هو اسمه تي مينيمال تايم. نيجي اهم بديهية الرابعة، ودي اللي بتيجي اكتر واحدة في المالتيبل تشويس، اللي هي الكروناكسي. وكلمة كروناكسي زي ما قلنا جاية من كلمة كرونيك يعني مزمن، هي الزمن. It is the minimal time needed by double the ريو بيز. يبقى اقل زمن بيحتاجه دبل ديروبيز، يعني هتدي للعضله او للنيرف دبل ديروبيز وتشوف هتستجيب في قد ايه. لو استجابت في وقت اقل يبقى 100% الاكسايتابيلتي اكتر، يبقى العلاقه عكسيه. ذا شورتر ذا كروناكسي كل ما هتستجيب في زمن اقل ذا هاير اد اكسايتابيلتي. طب والجمله المهمه ان الكروناكسي از تيكن از ا ميجر اوف اكسايتابيلتي، يعني ازاي في الطب بنقيس الاكسايتابيلتي بتاعت النيرف او بتاعت المصل، بندي المصل او النيرف دبل ريو بيز. ولو عاوز تعرف ليه دبل يبقى ارجع لمحاضراتنا في النيرف، وبنشوف الزمن اللي احتاجه دبل ريو بيز، ده بيسموه كروناكسي. يبقى كروناكسي از التايم، كروناكسي از التايم نيدد باي دبل ريو بيز. ذا شورتر ذا كروناكسي ذا هاير اد اكسايتابيلتي، and chronaxy is taken as a measure of excitability. طيب في ملحوظة مهمة جدا، انه مين اهم ايون بيؤثر في الاكسايتابيلتي؟ لما تختار اربعة ايونات في الامسكي يقول لك نقي اهم واحد بيؤثر في الاكسايتابيلتي. افتح ودانك، ايونايزد كالسيوم. والعلاقة عكسية، لما بيقل الايونايزد كالسيوم يبقى دخول الصوديوم اسهل من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانل، مفيش حراس على الفولتج جيتد صوديوم شانل، يبقى بالتالي الاكسايتابيلتي تزيد، يبقى علاقه عكسيه. ده لور اهم حاجه مش الكالسيوم، ايونايز كالسيوم. قلت كما قوه شمشون في شعره قوه الكالسيوم في التشارج. ده لور ذا ايونايز كالسيوم ذا هاير ذا اكسايتابيلتي. طب واحنا قلنا لما الاكسايتابيلتي بتبقى عاليه الزمن اللي بيستجيب فيه النيرف او ماسل بيحصل له ايه؟ بيقل الكروناكس. يبقى سؤال اندايركت، ايه العلاقه بين الايونايز كالسيوم والكروناكسي؟ ان هنا علاقه طرديه، لما يقل الايونايز كالسيوم هيقل الكروناكسي. فاهم ليه؟ لان نقص الايونايز كالسيوم هيزود الاكسايتابيلتي،
فيخلي النيرف والمصل يستجيب بزمن اقصر، يبقى نقص الكالسيوم بيأثر الكروناكسي، يبقى العلاقه طرديه. ده سؤال صعب يا اولاد. مين اهم سؤال في اللوحه الثانيه؟ كروناكسي. هعيده في عجاله. It is the time, minimal time needed by. افتح ودانك. الكروناكسي is a time needed by double therapies. The shorter the time, كل ما تستجيب في زمن اقل يبقى الاستجابه احسن. The higher the excitability. And chronaxy is taken as a measure of excitability. والعلاقة مع مين أهم معين يأثر في الإكسيتابيلتي؟ أوعى تنساه. ما تقولش كالسيوم. أيونايز كالسيوم. يقل الأيونايز كالسيوم يبقى مفيش حرس على بوابات الصوديوم الفولتج جيتد صوديوم عشان اللي يدخل الصوديوم يزود الإكسيتابيلتي. يبقى علاقة عكسية، حتى قلنا أرجوح لما ينقص الأيونايز كالسيوم بتزيد الإكسيتابيلتي. وينقص على أثارها الكروناكسي. يبقى لو خدت بقى اغفلت الاكسيتابيلتي في النص يبقى العلاقه بين الايونايز كالسيوم والكروناكسي علاقه طرديه. نقص الايونايز كالسيوم هينقص الكروناكسي والعكس بالعكس. كانت هذه هي اللوحه الثانيه. اللوحه الثالثه، احنا قلنا ان النيرف عنده ثلاث احوال كهربائيه يا اولاد. حاله النيرف قبل ما ندي الاستيمولس ده يسموه ريستنج ميمبرين بوتنشال او البولارايزد سيت. ده مش النيرف بس، ده موست سيلز في الجسم في فيها كهرباء، سميها الريستنج ممبر بوتنشال. هو تعريفه ايه؟ قلت خدها من الاخر الاول. الريستنج ممبر بوتنشال يبقى اقولها هو البوتنشال اوف ذا ممبرين ديورينج ريست، ونسميها بولارايز ستيت. طيب كل خليه لها يعني قيمه كهربائيه خاصه بها. في حاله احسن نوع من الاعصاب اللي هو ايه؟ الفا. بنشتغل عليه ليه؟ لان هو ذا لارجست. ليه نصعبها على روحنا؟ يعني نجيب حاجه ايزلي ديسكتد، سهل نشرحها ونشتغل عليها. ليه ناخد حاجه صغيره؟ ناخد حاجه اكبر. فمعظم الناس بيشتغلوا على الاي الفا فايبرز. هنا بيبقى الفاليو ده سؤال ام اس كيو ماينس 90 ملي فولت. وعلمتكم في الام اس كيو في نوع منها الخاص بالارقام ما بيغيرش الرقم، بيلعب في اللي حواليه، اللي هو انه بدل ما يجيب لك ملي فولت يجيب لك فولت. غلط، قلنا الكهرباء في الجسم بالفولت مش بالملي فولت. وبعدين بنفس الاهميه ان لازم يبقى ماينس، لان ماينس دي ايه؟ قلنا ان فرق الجهد بيبقى اكسبريست ان تيرم اوف انر سيرفس، يعني بيعبر عنه من وجهه نظر الشحنات اللي في الداخل. ففي الداخل بينقص عن الخارج 90، فعشان كده يكتبوها ماينس، ماينس 90 ملي فولت. يبقى 90 ما تخليهاش صح، لازم قبليها في ماينس وبعديها ملي مش فولت. ده تاني سؤال ام اس كيو. طب ايه سبب الريستنج ممبر بوتنشال؟ بيعزى لسببين هيجيبها لك في الام اس كيو. لو قال لك اختار الاهم لازم تختار السلكتيف بيرميابيلتي اللي هي النفاذيه الاختياريه. ثم السلكتيف بيرميابيلتي، ثم السلكتيف بيرميابيلتي، ثم الصوديوم بوتاسيوم بامب. طب ليه السلكتيف بريميابيلتي هي الاهم؟ لان من الماينس 90 السلكتيف بريميابيلتي مسؤوله عن ماينس 86 ملي فولت، بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب مسؤول فقط عن ماينس 4 ملي فولت. طيب السلكتيف بريميابيلتي بتبقى باسيف، بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب بيبقى اكتف. دي نقطه مهمه جدا. يعني الحمد لله ان معظم الريستنج ممبر بوتنشال ما بتدفعش فيه فلوس، بيبقى باسيف نو اي تي بي. صوديوم بوتاسيوم بامب هو الاكتف. انتقل للوحه الرابعه، سيلكتيف بيرميابيلتي. هنشرحها في ثلاث نقاط، الاينز والشانلز، كل واحده سؤال، وبعدين حركه الاين من خلال الشانلز. الاينز دي لوحدها سؤال. الاينز اللي جوه اي خليه هنقولها تاني في الانترودكشن باذن الله. المين اينز ما بقولش فقط، مفيش حاجه مطلقه في الجسم. الايونات الاكثر بالداخل اكثر، مش اللي موجوده فقط بالداخل. قلناها بطريقه جميله كلها تبتدي بحرف البي. بوتاسيوم بوزيتيف وبروتين وفوسفيت نيجاتيف. والدليل انها مش فقط جوه، ان البوتاسيوم جوه قد بره 35 مره، ده لوحده سؤال. يبقى موجود بره وجوه، لانه بيقول لك ان جوه اكتر من بره 35 مره، يبقى اللي جوه بحرف البي ده سؤال ام اس كيو لوحده. كلهم بحرف البي، بوتاسيوم بروتين اند فوسفيت.
اللي بره ما فهمش حرف البي. صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونيت نيجاتيف، وبرده دول بره اكتر، بدليل ان بيقول لنا ان الصوديوم بره قد جوه 10 مرات، يبقى مش بره فقط. يبقى ده الايز ده سؤال. طب التشانلز هنا بقى فكره العنوان سيلكتيف بيرميابيلتي النفاذيه الاختياريه، ان التشانلز سيلكت البوتاسيوم، عشان كده بيسموها ايه؟ انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. بوتاسيوم شانل بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم 20 ل 100 مره. ده سؤال ام اس كيو. اما ليه سموها انورد هنجيلها بعد شويه، لان انورد معناها انها بتدخل بوتاسيوم، مع ان احنا هي بتخرج بوتاسيوم في الوضع الطبيعي. وفي سؤال ام اس كيو هنا، ان اي شانل يا اولاد تبقى بروتين، ما تنفعش تبقى ليبيد. كل الاكتف بارتس في الجسم بروتين. فما يقول لك تاني سؤال في التشانل، انها اول سؤال كان انها بتسلكت البوتاسيوم 20 ل 100 مره، طب كونها تشانل تبقى بروتين. وبعدين في سؤال تاني مهم، انها لانجيتد مفتوحه على طول. طب نيجي للنقطه المهمه بقى، حركه البوتاسيوم من خلال التشانلز دي بالكونسنتريشن جريدينت البوتاسيوم هيخرج، بس هو ده اللي انا عاوزه، لان هو جوه اكتر من بره 35 مره، يبقى يخلي بره مور بوزيتيف بالنسبه لجوه اللي هو ريستنج ميمبر بوتنشال. بس بعد شويه لما يتجمع بره بوزيتيف تشارجز والبوتاسيوم بوزيتيف، يبقى هيعمل ريبالشن، عاوز يدخل بوتاسيوم تاني بالالكتريكال جريدينت. يبقى يوجد قوتان تتنازع حركه البوتاسيوم، عاوز يخرج بالكونسنتريشن وعاوز يدخل بالالكتريكال جريدينت. والسؤال، متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ الاجابه عندما تتساوى القوتان. واحد بس في عالمنا هذا قدر يعرف امتى هيحصل اكوليبريم، يعني توازن ما بين القوتين والبوتاسيوم ما يتحركش. عشان كده سمى حتى الكهرباء اللي هيحصل عندها اكوليبريم سماها اكوليبريم بوتنشال. اسم الراجل ده نيرنست، والمعادله تبقى حافظها صم، بتجي لك في الام اس كيو بيقول ماينس 61 ده ثابت، لوغاريت ال اين انسايد النيرف على الاين اوتسايد النيرف، يبقى ماينس 61 لوج الكونسنتريشن اين انسايد على الكونسنتريشن اين اوتسايد. لما طبق المعادله دي يبقى قيمه النيرنس انها تطبق على كل ايون على حده، والغرض ايه؟ ان احنا نعرف مين الايون الاهم في صناعه الريستنج ميمبرين بوتنشال. فلما طبقنا المعادله دي الاكوليبريم بوتنشال اوف بوتاسيوم، البوتاسيوم قلنا جوه قد بره 35 مره، يبقى ماينس 61 لوغاريت 35 على 1، هنا ناقصه كلمه لوج طبعا تبقى واخد بالك، طلع ان فرق الجهد ناقص 94. بينما لما طبقناها على الصوديوم طلع فرق الجهد زائد 61 اهي. يبقى الاكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم ماينس 61 لوج، احنا قلنا البوتاسيوم بره قد جوه 35 مره، طلعت ناقص 94 ملي فولت. لما طبقتها على الصوديوم بالعكس، جوه اقل 10 مرات من بره، فواحد على 10 يبقى ماينس 61 لوج 1 على 10، طلعت بلس 61 ملي فولت. انهي رقم هو الاقرب للحقيقه؟ الحقيقه عشان اذكرك بيها ناقص 90 طبعا البوتاسيوم. فنيرنست قيمته ان عرفنا ان المسؤول عن البولارايز ستيت هو البوتاسيوم، وحفظتها الاجيال اوعى تنساه. لما يجي لك سؤال البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ميمبر بوتنشال، نقي مين اهم ايون مهم ويكتب لك اربع ايونات في الام اس كيو، ما تقراش السؤال. البولارايز ستيت المسؤول عنه هو البوتاسيوم، لان الاكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم هي اقرب واحده لل polarized state اللي هو resting membrane potential ناقص 94. ده قيمة نيرنست. طب منين جبنا ان مجموع الايونات مع بعض والبرميابيليتي خلت السيلكتيف برميابيليتي مسؤولة عن ناقص 86؟ يبقى عاوزين معادلة بقى ما تاخدش في الاعتبار اين اين، تاخد في الاعتبار all ions، ومش بس كده، والسيلكتيف برميابيليتي بتفوت مين اكتر؟ احنا قلنا البوتاسيوم بيفوت 20 ل 100 مره قد الصوديوم، يبقى تاخد في الاعتبار all ions والبرميابيلتي.
دي معادلة معقدة بس هي الأصدق. عملها قلنا راجل جيوش يهودي ومن اسمه باين يهودي جولد مان. محدش يسمي مان غير اليهود ومحدش يسمي جولد وسيلفر غير اليهود. فده يهودي يهودي جولد مان إكويشن. وبقولها كده عشان تفتكر اسم الراجل. دي اللي طلعت لنا الرقم اللي هو ناقص 86 ميلي فولت. دي أسئلة سيلكتيف بريمابيلتي. يبقى توجيع الأينز سؤال، التشانل سؤال، الموفمنتس أوف بوتاسيوم وحساب البوتاسيوم لوحده وحساب كل الأينز والبريمابيلتي المعادلات نيرنست إكويجن وجولدمان سؤال. السبب الثاني والأقل أهمية في صناعة الريستنج ممبر بوتنشال صوديوم بوتاسيوم بامب. قبل ما ابتدي ده أهم بامب في الجسم، بيحدث مش في النيرف سيلز يا أولاد، في كل خلايا الجسم. ربنا سبحان الله عاوز يخلي الصوديوم بره أكتر والبوتاسيوم جوه أكتر. بس كل واحد بيغير موقعه. الصوديوم بيدخل لأنه بره أكتر بتو جريديانتس، كونسنتريشن وإلكتريكال جريديان. حتى قلت رقم السعد في الصوديوم 2، يعني تملي الصوديوم بيتحرك بتو جريديانتس والشانل بتاعته فيها تو جيتس. افتكر كل حاجة في الصوديوم اللاك نمبر 2. فالصوديوم بيدخل اللي كان بره هيدخل جوه بسبب الكونسنتريشن والالكتريكال، والعكس البوتاسيوم اللي جوه هيخرج بره بسبب هنا الكونسنتريشن جريدين بس. يبقى رقم السعر في البوتاسيوم 1، حتى التشانل بتاعته فيها جيت 1. افتكر الصوديوم مرتبط باتنين، البوتاسيوم مرتبط برقم 1. طيب فاحنا اللي غير موقعه شوية صوديوم دخلوا شوية بوتاسيوم خرج، ما ينفعش كده. عاوزين نرجع الوضع الأساسي إنه الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. بيقوم بيها عملية اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب كارير بروتين، شكله هو زي قرص الجبنة الرومي، هو اللي بيعمل الحكاية دي. عنده كام خاصية؟ كل خاصية من دي سؤال MCQ. عنده ثلاث مواقع للصوديوم، 3 sites for sodium inside، يمسك الصوديوم اللي غلط ودخل جوه غير موقعه. تاني خاصية 2 sites for potassium بره، يمسك البوتاسيوم اللي غلط وغير موقعه وخرج بره. طيب ده يسموه الالفا سب يونت بتاع الكارير بروتين. طب البيتا سب يونتس عندها ATPase activity. وقلنا الجملة الجميلة فيها سجع، when all sites are saturated، لما الخمس مواقع يبقوا مشبعين، لازم الخمس، الـ ATPase is activated، يتنشط الـ ATPase and energy is liberated، تطلع طاقة. تعمل ايه الطاقة دي؟ configurational change في البروتين مولكيول، تغير شكل البروتين، تجيب البوتاسيوم في موقعه بالداخل والصوديوم في موقعه بالخارج. يبقى when all sites are saturated الـ ATPase is activated، energy is liberated، تعمل configuration change ترجع كل واحد في مكانه. يبقى لما يقول لي ما هي وظائف الصوديوم بوتاسيوم بامب، اهم وظيفه ملهاش علاقه بالنيرف، هو ده اللي بيحافظ على الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه في كل الخلايا. يبقى it keeps الصوديوم outside والبوتاسيوم inside. فوق البيعه قصد الهي ان ربنا خلى 3 صوديوم يقابلهم 2 بوتاسيوم، فاصبح عدد البوزيتيف تشارجز اللي بره مع الصوديوم هيبقى بره اكتر من جوه، وهو ده الريستنج ممبر بوتنشال. فبقت الصوديوم بوتاسيوم بامب لكونها بتدفع ببوزيتيف اكتر بره، 3 صوديوم بره مقابل 2 بوتاسيوم جوه، هي السبب الثاني في صناعه الريستنج ممبر بوتنشال او البولارايز ستيت. طب هنا في سؤالين، نسميها بالطريقه دي ايه بقى؟ لو كانت بتدفع ب 3 قصاد 3 كان مفيش فرق جهد، كنا نسميها نون الكتروجينيك بامب، ما بتعملش، ما بتولدش الكهرباء، جينيك يعني توليد، انما دي بتولد فرق جهد، فيبقى ده الكتروجينيك بامب في الام اس كيو. لو جات لك نون الكتروجينيك غلط. طب حسب الكارير بروتين بتنقل 2 اينز في اتجاهين مختلفين فيسموها انتي بورت. ده سؤال تاني في الام اس كيو. يبقى صوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك بامب صح، لانها بتعمل فرق جهد 3 ل2، 3 بوست بره و2 بوست جوه. لو كانوا 3 ل3، 2 ل2، مفيش فرق جهد، كنا سميناها وده غير حاصل نون الكتروجينيك. بتنقل 2 اينز في اتجاهين يبقى نسميها انتي بورت. كل دي اسئله. اصعب سؤال بقى هنا في صوديوم بوتاسيوم بامب، احنا خد بالك احنا ما بنراجعش نظري، احنا بنراجع مالتيبل تشويس. لو بوظت الاي تي بيز وقفت صوديوم بامب يبقى هيحصل ايه؟ يبقى الوضع هيبقى الوضع اللي فوق، البوتاسيوم اللي هيخرج مش هيدخل والصوديوم اللي هيدخل مش هيخرج.
يبقى ده الوضع النهائي. طب بص معايا كويس، جليا ماليا 3 صوديوم جوه يقابلهم 2 بوتاسيوم بره، يبقى الاوزمولاليتي جوه السيل هتزيد، والاوزمولاليتي هتسحب ميه، والميه هتخلي السيل تسوال تنتفخ وتنفجر. تصور لو وقف الصوديوم بوتاسيوم بامب ده نموت، لان هيتجمع صوديوم بالداخل اكتر 3-2، هيسحب ميه بالاسموزس تنفجر الخليه. ده اصعب سؤال، لو وقفت صوديوم بوتاسيوم بامب هيحصل ايه؟ السيلز هتنتفخ وتنفجر. ده كانت اللوحة الرابعة. ننتقل للوحة الخامسة. قلنا في أثناء الريست بيبقى الجسم وخاصة النيرف والماسلز في حالة كهربائية بره مور بوزيتيف بالنسبة لجوه، أو خلينا نقولها زي ما هم عاوزينها، جوه مور نيجاتيف ذان بره، عشان احنا تمام بنهتم بالإنر سيرفس. البوتنشال ديفرنس زي ما قلت لكم expressed in term of inner cells. خلاص؟ يبقى قلنا بيبقى جوه مور نيجاتيف بالنسبه لبره. لما تدي ستيمولس بيحصل ايه؟ بيدخل الصوديوم، يعني بيفتح الفولتج جيت الصوديوم شانل، يدخل الصوديوم يحصل صوديوم انفلكس، يخلي بقى الاول مره جوه مور بوزيتيف بالنسبه لبره، وده بنسميه ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس الاستقطاب او للتبسيط ديبولاريزيشن، وان كان كلمه ديبولاريزيشن خطا، معناها انعدام الاستقطاب، هو منعكس. بعد شويه هيرجع ريما العاده القديمه، يرجع يحصل بوتاسيوم افلكس، يخرج البوتاسيوم من خلال الفولتج جيت بوتاسيوم شانل، يعمل تاني ريبولاريزيشن، عوده الاستقطاب. دي الفصول الثلاثه في الحاله الكهربائيه للنيرف. يبقى قبل اعطاء المؤثر احنا في البولاريز ستيت، جوه مور نيجاتيف. تدي المؤثر يحصل فصلين، هيدخل الصوديوم يخلي جوه مور بوزيتيف ذان اوتسايد، يبقى دي بولاريزيشن، ومعنى يرجع تاني البوتاسيوم يخرج يعمل لي ريبولاريزيشن. يبقى انت لما اديت ادكوت ستيمولس ثريشولد اور سوبر ثريشولد ستيمولس، حصل ايه؟ حصل اكشن في البوتنشال، يعني اكشن في الكهرباء، حصل دي بولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن، فسموا هذا الكلام اكشن بوتنشال. يبقى ما هو الاكشن بوتنشال؟ بص لي، هو الرابيد تشينجز، هو الرابيد تشينجز في الرابيد الكتريكال تشينجز في النيرف، رابيد الكتريكال تشينج ده عباره عن ايه؟ حاجتين، ديبولاريزيشن بسبب دخول الصوديوم، ريبولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم، هو ده الاكشن بوتنشال. يبقى الاكشن بوتنشال، يبقى قبل الاستيمولس عندي الريستنج ميمبرين بوتنشال، خلاص ريستنج ميمبرين بوتنشال، بعد الاستيمولس عندي ديبولاريزيشن بلس ريبولاريزيشن اللي هو الاكشن بوتنشال. طيب لو انت جايب لي سعادتك الجلفانومتر وبتقيس، قبل ما تدي الاستيمولس كان جوه ينقص 90، فكان المؤشر واقف هنا، لما دخل الصوديوم خلى جوه يزيد 35، فطلع المؤشر لزائد 35، رسم لي اسندنج ليمب يمثل الديبولاريزيشن، خلاص بسبب الصوديوم انفلكس. طب بعد كده البوتاسيوم خرج، رجع تاني جوه ناقص 90 بالنسبه لبره، فنزل المؤشر يشاور على ناقص 90، يبقى رسم لي ديسندنج ليمب بيمثل ظاهره الريبولاريزيشن، ان كل حاجه رجعت زي ما كان، رجع جوه ينقص 90 عن بره. فده هو الاكشن بوتنشال يا اولاد. اهم حاجه فيه هو ده الديبولاريزيشن او الاسندنج ليمب فولو باي ريبولاريزيشن، حتى يسموها سبايك بوتنشال، الكهرباء اللي في شكل شوكه، سبايك بوتنشال. يبقى الاكشن بوتنشال، سؤال ام اس كيو، ما هو الاكشن بوتنشال؟ نقوله تاني مع بعض، رابيد الكتريكال تشينجز تحصل امتى؟ لو اديت ادكوت ستيمولس. ما معنى ادكوت؟ يعني يا ثريشولد كافي يا سوبر ثريشولد، ويتكون من تغيرين اساسيين، اسندنج ليم يمثل ديبولاريزيشن بسبب الصوديوم انفلكس، وديسندنج ليم يمثل ريبولاريزيشن بسبب البوتاسيوم افلكس، خروج انفلكس دخول صوديوم، افلكس خروج البوتاسيوم. نيجي للوحه رقم 6، معلش قلنا انها المراجعه كطلقات الرصاص. يبقى احنا هنا عشان يحصل ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن محتاجين كل واحده ليها تشانل خاصه بيها، حتى قلت الثلاثه تشانلز بتوع الثلاث احوال البولارايز والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن اكتشفهم هاكسلي وهوجكن وحاز فيها جائزه نوبل، اتكلمنا على ده.
يعني الشانل دي مهمة جدا. من هي الشانل المسؤولة عن حالة الديبولاريزيشن؟ الفولتج جيتد صوديوم شانل، اللي هي زي ما قلت رقم السعد في الصوديوم رقم 2 عندها 2 جيتس. طب من هي الشانل المسؤولة عن حالة الريبولاريزيشن العودة الاستقطاب؟ فولتج جيتد بوتاسيوم شانل، وزي ما اتفقنا عندها 1 جيت رقم السعد او 2. في بقى شوية أسئلة مهمة جدا تفهمها في كل واحدة في كل تشانل. أولا ناخدها من الآخر الأول، قلت أي تشانل تبقى بروتين، خلاص أدام قالوا صوديوم يبقى بتتعامل مع الصوديوم ما بيهزروش. خدها، قلنا هما بيفكروا من الشمال لليمين، إحنا أهل اليمين بناخد من اليمين للشمال. جيت يبقى عندها جيتس، تو جيتس. لطالب ذكي عشان تقفل كفاية وان جيت تقفل، مش لازم الاثنين، لكن عشان تفتح لازم الاثنين يفتحوا. فنورمال ديورينج ريست، وده سؤال ام اس كيو مهم جدا، بتبقى قافله بالاوتر جيت اهي. ليه؟ طب الاوتر فكر معاه، عشان خاطر الصوديوم اساسا بره، فالاليق انها تقفل بالاوتر. لما تدي ادكوت ستيمولس الاوتر هيفتح والصوديوم يدخل. يبقى مين عمل اكتيفيشن للصوديوم شانلز؟ الاوتر جيت، فسموها اكتيفيتد جيت. بعد ما يدخل الصوديوم ويعمل انعكاس في الاستقطاب، يعني يخلي جوه اهو يزيد عن بره زائد 35، تقفل الانر جيت. يبقى مين وقف الشغل؟ الانر، عشان كده سموها الان اكتيفيتد جيت. وقلت دائما ابدا والطلبه يقولوا بنسمع صوتك في الام اس كيو، بعتمد على السمع، لان السمع يعني احسن في تلقي المعلومه من البصر، وان كان بستخدم الاثنين زي ما انت شايف. ليه نهدر واحدة؟ My system is audio visual. فبقول واسمعني، فتح ودانك معايا. يبقى الصوديوم في outer gate و inner gate، مين فيهم ال inactivated gate؟ ال inner gate. ال inner gate هي ال inactivated gate، يبقى outer هي ال activated. وحتى شرحتها لك ليه؟ لأنه ال الأليق ان احنا نقفل بالاوتر عشان الصوديوم بره اكتر، ولما نعوز ندخله نفتح الاوتر. يبقى الاوتر اللي بتعمل اكتيفيشن، يبقى هي الاكتيفيتد جيت. لما نعمل ديبولاريزيشن نقفل الانر، يبقى الانر هي الان اكتيفيتد جيت. اهم عمليه يا اولاد في الجسم هو الديبولاريزيشن، مش كل الاكشن بوتنشال، وقلتها واقولها مئات المرات. العضله عندما تنقبض بالديبولاريزيشن، الغده عندما تفرز بالديبولاريزيشن، المخ حينما ينضح بافكاره، ما هو الا ديبولاريزيشن، صوديوم انفلكس. طب السؤال الرائع، يبقى لازم الديبولاريزيشن يحصل بسرعه. عشان كده ربنا خلى الصوديوم عندها 2 جيتس. وتعالى امثلها لك اهو. نفرض الصوديوم شانل اهي، شانل عندها 1 جيت، وبعدين هيفتح، كانت هتبقى العمليه بطيئه جدا، نفس اللي بيفتح بيقفل. انما حقيقه الامر ان لما بندي ستيمولس في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بيكون الانر بتقفل في ثانية. This is why ربنا عمل 2 gates، عشان في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر تكون الانر بتقفل، بفارق زمني قلته للزملاء الصغيرين ما عليكوش يعرفوه، 1/10,000 من الثانية. 1/10,000 من ايه؟ من الثانية. كافي يدخل كمية صوديوم محسوبة تعكس الاستقطاب من ناقص 90 لزائد 35. طيب. بينما بالنسبة للبوتاسيوم شانل احنا مش مستعجلين على ريبولاريزيشن. الريبولاريزيشن مش عمليه مهمه، مش مستعجلين عليها على الاطلاق. فعشان كده ربنا خلى الشانل عندها اونلي 1 جيت، اللي هي فولتج جيت بوتاسيوم شانل. ناخدها بقى، يبقى الشانل تبقى بروتين، بوتاسيوم يبقى بتحرك البوتاسيوم بس، وبعدين جيتد عندها 1 جيت بتفتح بالفولت. الاليق برضه مفكر، وراء الخلق خالق، البوتاسيوم اساسا جوه وهي عندها جيت واحده، يبقى الاليق نحطها جوه فهي انر جيت. ما تفتح يخرج البوتاسيوم يعمل ريبولاريزيشن وبعدين ترجع تقفل. خلاص؟ يبقى في هنقولها بقى الحته دي، انها تصور بتفتح، بتبتدي تفتح في اثناء الديبولاريزيشن، دي نقطه مهمه جدا. في اثناء الديبولاريزيشن بيفتح بعض الشانلز، انما بيفتحوا كاملين اول شانلز في اثناء الريبولاريزيشن. ودي نقطه هنقولها لطيفة جدا في أسئلة الأيونيك بيزيس، بس استناني عليها شوية. يبقى بطيئة، وقلت حتى البطء ربنا قصده.
لان انا مستعجل على الديبولاريزيشن لكن مش مستعجل على الريبولاريزيشن. ده الريبولاريزيشن عاوزه بطيء ليه؟ العوده للاستقطاب عشان اريح شويه، اريح شويه قبل ما ابتدي ديبولاريزيشن، قبل ما ابتدي اكتيفيتي جديده. وده السبب ليه ربنا حط في الصوديوم بتاع الديبولاريزيشن تو شانلز، عشان ودي بتفتح دي بتقفل عشان العمليه تبقى سريعه جدا، ان الديبولاريزيشن هو اللي بيعمل اكتيفيتي. بينما في البوتاسيوم حط واحده بس بطيئه عشان عمليه الريبولاريزيشن تبقى بطيئه. حتى عشان كده الديسندنج ليم بنلاقيه مور سلو عن الاسندنج ليم اللي هو الريبولاريزيشن، عشان نريح شويه قبل ما نبتدي اكتيفيتي جديده. طيب دي كانت اللوحه رقم 6. انتقل للوحه رقم 7 اللي هي الاكشن بوتنشال. تيبيكالي الاكشن بوتنشال يا اولاد احنا بندرس المونوفيزيك اكشن بوتنشال. مونوفيزيك يعني عاوزين نسجل التغيرات في نقطه واحده. يبقى الحل نحط التو الكترودز بتوع الجلفانومتر. احنا طبعا بنستخدم الكاثود راي اسيلوسكوب لان ده سنسيف جلفانومتر، ما نستخدمش الجلفانومتر العادي بتاع الكهربائي، نستخدم الكاثود راي اسيلوسكوب. فبنحط التو الكترودز على نقطه واحده، واحد اوتسايد والتاني انسايد، عشان الكهرباء تمر بكليهما مره واحده فتتسجل مره واحده، فنسميها مونوفيزيك اكشن بوتنشال. لان لو كنا حطيناهم واحد الاثنين بره كانت الكهرباء هتمر بينا مره بالالكترود ده ومره بالالكترود ده، كنا هنسجلها مرتين. سموها باي فيزيك اكشن بوتنشال، دي ما حدش بيستخدمها في العالم، وقلت لكم ليه؟ لان الكهرباء سريع جدا بحيث قبل ان يفرغ الالكترود الاول من تسجيل الكهرباء بتكون بدات عند الالكترود الثاني، فبيحصل تداخل. عشان كده العالم كله بيقيس المونوفيزيك، حط الالكترود جوه والالكترود بره، يقول لي immediately فرق الجهد ناقص 90، ده لسه ما لقيناش. تدي ستيمولس يعمل هنا ديبولاريزيشن، لما توصل هنا تتسجل. فتيبيكالي الاكشن بوتنشال اربع اجزاء، مش هقوله من وجهه نظر النظري انما من وجهه نظر الام اس كيو. لحظه اعطاء الستيمولس بيحصل حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت، خلل بسبب اعطاء المؤثر. ايه السؤال هنا؟ سببه ايه؟ ان حضرتك اللي وصل لك ده مش كهربة العصب، انت جاي هنا تقيس كهربة العصب. اللي وصل ده كهربة الاستيمولس. ليه؟ لان حضرتك بتستخدم الكتريكال استيمولس. واظن فهمتكم. احنا جايين نقيس كهربة العصب، اللي وصلنا عند الالكترودز ولخبط هز المؤشر ده كهربة الاستيمولس. ايه الفرق بين كهربة الاستيمولس وكهربة العصب؟ قلتها 100 مرة وهقولها تاني. كهربة الاستيمولس الكترونز فائقة السرعة زي البيت، انما كهربة العصب اينز اينز صوديوم وبوتاسيوم بطيئة جدا بالنسبة للاستيمولس. عشان كده لسه كهربة العصب ما اتحركتش، كانت كهربة الاستيمولس وصلت لمنطقة الالكترود وهزت الهزة دي. يبقى لما يقول لك ايه سبب الاستيمولس ارتيفاكت، ده الالكتريستي اوف ذا ستيمولس مش اوف ذا نيرف، لاني بستخدم الكتريكال ستيمولس. اظن السؤال الثاني هيساله لك في الام اس كيو مفهوم. طب لو استخدمت نون الكتريكال ستيمولس، كيميكال ستيمولس، ثيرمال ستيمولس، اي نوع من الاستيمولاي الثاني، ميكانيكال، طبعا مش هيبقى فيه ستيمولس ارتيفاكت. يبقى الستيمولس ارتيفاكت ده بسبب اني استخدمت مؤثر كهربائي وكهربت الستيمولس الكترونز اسرع بكتير من العصب. بعد شويه احنا جايين نقيس كهربة العصب، ما تلخبطش، مش جايين نقيس كهربة الاستيمولس، وصلت كهربة ال 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 العصب وحصل ديبولاريزيشن. طب عبال ما توصل يبقى في فترة خمول اسمها ليتن بيريود. اسمها ليتن بيريود، تعتمد على ايه؟ قلت لك بطريقة سهلة جدا. أنت قاعد مستني لما الكهرباء توصل من الاستيمولس، ده منطقة الإلكترود، ده هياخد وقت لأنه أيونات بطيئة، تعتمد على المسافة والسرعة. حضرتك هتوصل بيتكو بعد قد ايه؟ فكر فيها، هي عشان فيسيولوجي بقت صعبه. ده يعتمد على المسافه بين حضرتك والبيت وعلى سرعتك. ودي بيجيبوها سؤال بقى. من الليتن بيريود ممكن نعرف سرعه النيرف انبلس، وهدي مثال سهل جدا. المسافه بين القاهره والاسكندريه 200 كيلو، يبقى دي المسافه.
الزمن عشان نوصل وصلنا بعد ساعتين، يبقى ده الزمن. 200 كيلو قطعناهم في ساعتين، تقدر تقول سرعة العربية؟ نقسم المسافة على الزمن. 200 كيلو على ساعتين يبقى كم 100 كيلو في الساعة. نفس الكلام هيجيبها لك مسألة في الام اس كيو في الليتن بيريود. يقول لك المسافة ما بين الاستيمولس والريكوردينج الكترودز قد كده، ده المسافة. زمن الليتن بيريود قد كده. تقدر تعرف سرعة النيرف امبلس؟ تقسم اهو تاني. السرعة تساوي المسافة على الزمن، السرعة تساوي المسافة على الزمن، وتحسبها. شوف، وعلى فكرة ممكن منها تعرف نوع العصب. في حدود 100 تبقى بيتكلم على اعصاب ايه؟ في حدود 10 متر في الثانية يبقى عصب بي، في حدود متر في الثانية تبقى سي. دي مسألة صعبة جدا في الليتن بيريود، صعبة للطلبة اللي ما عندهاش يعني تفكير كويس. إنما هي مسألة طفولية، دائما أبدا السرعة تساوي، وأقولها بعربيتنا، المسافة على الزمن. نيجي لأهم حتة في الأكشن بوتنشال، وهو السبايك بوتنشال، شكل الشوكة اللي هو بيتكون أساسا من إيه؟ أسندينج لي بيمثل الديبولاريزيشن بسبب الصوديوم إنفلاكس وهو سريع، وديسندينج لي بيمثل الريبولاريزيشن بسبب البوتاسيوم إفلاكس وهو نسبيا بطيء. هنا بقى بنبتدي بناقص 90 وبنوصل لزائد 35، بنمر بنقطتين مهمين جدا. الفايرنج ليفل هي ناقص 65، وفهمتك ايه هو الفايرنج ليفل، اللي هو النقطه اللي بيفتح عندها اول صوديوم تشانلز. فالتغير بعد ما كان الصوديوم تشانل بتفتح ببطء، فجاه فتحوا كلهم فدخل كميه رهيبه من الصوديوم، فبقى ديبولاريزيشن سريع. يعني قبل الفايرنج ليفل الديبولاريزيشن بطيء، ليه؟ لان في سام صوديوم تشانل بس اللي بتفتح. عند الفايرنج ليفل اول صوديوم شانلز فتح. وهنا في سؤال تاني في الام اس كيو، حضرتك بتدي ستيمولس يفتح بعض التشانلز، افتح ودنك معايا، بعض الصوديوم شانلز. بعد كده الصوديوم شانل بتفتح بعض، واحد قال لي مش فاهم، قلت له اما بيدخل شويه صوديوم بيعمل شويه ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن ده يفتح مور شانلز فيدخل مور صوديوم فيحصل مور ديبولاريزيشن. المور ديبولاريزيشن يفتح مور اند مور صوديوم شانل فيحصل مور اند مور ديبولاريزيشن لحد عند الفايرنج ليفل يفتحوا كلهم. يبقى لو قال لي ان عمليه الديبولاريزيشن سيلف ريجينيريتيف، يعني بتخلق روحها بروحها، اجابه صحيحه. لو قال لي في الام اس كيو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، اجابه صحيحه. كل ده هم بيفتحوا ويعملوا ديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن يفتح، والتفتيح يعمل مور ديبولاريزيشن، والديبولاريزيشن يعمل مور تفتيح، يبقى positive feedback. وانا قلت لكم thank god انا حافظ الاسئله وورد وايد، واللي هيتابعني مفيش سؤال بره اللي هقول، مفيش، هتبقى معايا تستمع المحاضره اكثر من مره. ثم نيجي للايزو بوتنشال، ومعنى كلمه ايزو يعني متساوي، كهرباء متساويه، وعليه حاجتين متساويتين، يبقى الفرق بينهم كام؟ زيرو. الكلمه بتقول ايزو بوتنشال، يعني الكهرباء بره زي جوه، يبقى الفرق اللي احنا بنقيسه، لان الجالفانومتر بيقيس الفرق ما بين التو الكترون، الام هنا زي هنا، يبقى الفرق زيرو. يبقى قوه التغير كام؟ نحسبها من ناقص 90 لزيرو ادي 90، ومن زيرو ل 35 يبقى كمان 35، يبقى 125. يبقى قوه الاكشن بوتنشال في 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 نيرف فايبر ايه 125. يبقى الايزو بوتنشال ده بيعاوننا في ايه؟ في قياس قوه التغير. لان البوتاسيوم شانل بطيئه، فده ادى لحاجتين، بطيئه في فتحها فالريبولاريزيشن بقى بطيء، وبطيئه في اغلاقها، فشويه البوتاسيوم تسربوا فعملت هايبر بولاريزيشن، خرج بوتاسيوم اكتر ما ينبغي، ما لحقناش نقفل عند ناقص 90، تسرب اكتر شويه فعملنا بقى في بوزيتيف اكتر بره، بقى فرق الجهد اكبر، من ناقص 90 بقى ناقص 100، ناقص 110، فحصل هايبر بولاريزيشن. ده الفكره. يبقى فتحها البطيء بطء البوتاسيوم شانل في الفتح ادى الى سلو ريبولاريزيشن، وفي الغلق ما عرفتش تقفل في النقطه المظبوطه ادى الى هايبر بولاريزيشن. وده برضو مقصد الهي، ان احنا نريح فتره طويله، اولا بالريبولاريزيشن، ثانيا بنبعد عن الفايرنج ليفل عشان ما يحصلش اكتيفيتي على طول وراها بسبب الهايبر بولاريزيشن. وقلت الهايبر بولاريزيشن دي هي اللي هتفهمك هما ليه سموها انوردز بوتاسيوم شانل، انوردز ريكتيفاين، لان البوتاسيوم لما يخرج كتير
من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل اللي هي بطيئه في اغلاقها. طب اللي خرج زياده ده هيدخل ازاي تاني؟ فكر معايا. من خلال الشانل اللي هي نون جيتد اللي هي الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. يبقى انت في الهايبر بولاريزيشن بيقعد مدته 40 ملي سكند، في حين السبايك اللي هو دي اند ري بيقعد 2 ملي سكند. يعني 100% دي بتاخد اقل من 2 ملي سكند، لان السبايك كله دي اند ري 2 ملي سكند، الهايبر بولاريزيشن 40. يبقى حضرتك لو بصيت على النيرف في الاغلب هتشوف مين؟ هشوف الهايبر بولاريزيشن. طب وفي الاغلب بالتالي هتشوف البوتاسيوم اللي خرج زياده بيتدفق للداخل، اللي خرج زياده من الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل بسبب بطئها في الاغلاق هيتدفق من خلال الشانل اللي هي لان جيتد انورد ريكتيفاينج للداخل. عشان كده سموها هوجكن وهوكسلي انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، لانه في الاغلب لو بصيت هتبقى هتلاقي هايبر بوزيشن مش هتلاقي ريبوزيشن. ده دي مع دي بتاخد 2 ملي سكند، عشان كده سموها انورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، ده الهايبر بوزيشن. دي الاسئله في القصه دي. ولا تنسى السؤال الاساسي ان الدي بوزيشن سببه صوديوم انفلكس، بينما ريبوزيشن سببه بوتاسيوم افلكس. دي من خلال الفولتج جيت صوديوم شانل اللي عندها 2 جيتس عشان تبقى سريعه جدا، ودي من خلال الفولتج جيت بوتاسيوم شانل اللي عندها 1 جيت عشان كده بطيئه جدا، بطيئه في فتحها فريبولاريزيشن بطيء، وبطيئه في اغلاقها فالهايبربولاريزيشن بطيء جدا. ولا تنسى المدد، مده السبايك في النيرف 2 ملي سكندز، مده الهايبربولاريزيشن علي بابا ولا 40 حرامي 40 ملي سكندز. عاوزين نريح شويه، نريح شويه. طيب دي كانت اللوحه السابعه يا اولاد. اللوحة التامنة هي الأهم على الإطلاق، اللي هي الأيونيك بيزيس. يعني تاخد بالك معايا كويس أوي أوي أوي. دي الأيونيك بيزيس. ست أسئلة تحفظهم صم. ده الريستنج ممبر بوتنشال. ده الديبولاريزيشن نمرة 2 قبل الفارج ليفل. ده الديبولاريزيشن بعد الفارج ليفل نمرة 3. الريبولاريزيشن نمرة 4، الهايبر بولاريزيشن نمرة 5، العودة للريستنج ممبر بوتنشال نمرة 6. لازم تقول لي ما هو وضع الصوديوم الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل في كل حتة منهم، كل واحدة سؤال. ده أهم ست أسئلة تقعد تنام وتصحى فيهم. في دلوقتي عاوز أفهمك فكرة الرسمة، إن إحنا راسمين 2 صوديوم 2 بوتاسيوم، ليه؟ عشان لما تبقى واحده بس مفتوحه تبقى سام شانلز، الاثنين مفتوحين يبقى اول شانلز. اتفقنا هما اثنين ليه؟ واحده فاتحه هنقول سام، الاثنين فاتحين يبقى اول. اظن ما تجيش اسهل من كده. في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال ما هو وضع الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل؟ الاثنين قافلين. اللي شغال في البولارايز ستيت هو النون جيتد شانل الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، مش الفولتج جيتد. الفولتج جيتد في الحالتين قافل. سؤال داخل سؤال في نمره واحد. صوديوم قافله بمين؟ بالاوتر جيت، وقلت وهو الاليق، وهو الاليق لان الصوديوم بره. بينما البوتاسيوم قافله بمين؟ بالانر جيت. دي مش بس هي الاليق لان البوتاسيوم جوه، مش بس، وهي ما عندهاش غير واحده بس انر. بس فاهم ليه ربنا حطها انر؟ عشان تمنع خروج البوتاسيوم اللي جوه فربنا حطها جوه. انما دي عشان تمنع دخول الصوديوم اللي بره، فربنا خلاها تبتدي انها تقفل باللي بره مع ان عندها 2 جيتس. يبقى اول سؤال في الريستنج ممبر بوتنشال بوث فولتج جيتد صوديوم اند بوتاسيوم شانلز ار كلوزد، الصوديوم بالاوتر الاليق صوديوم بره، والبوتاسيوم اللي جوه الاليق اللي جوه عشان البوتاسيوم جوه. طيب نبتدي الديبولاريزيشن. قبل الفايرنج ليفل في سام صوديوم شانلز فاتحه بس، اهي واحده بس اللي فاتحه قبل الفايرنج ليفل. بعد الفايرنج ليفل قلنا بيفتحوا بعض، عند الفايرنج ليفل فتحوا كلهم اهو، فا اول صوديوم شانلز ار اوبن. بس خد بالك بقى اصعب سؤال هنا، والبوتاسيوم شانل بيبتدي يفتح في اثناء ديبولاريزيشن. يعني الاستيمولس بيفتح الصوديوم والبوتاسيوم في ان واحد، بس قصد الهي ان الصوديوم اسرع بكتير
والبوتاسيوم ابطا. فعمليه الديبولاريزيشن تسبق عمليه الريبولاريزيشن، لكن في اثناء الريبولاريزيشن بيبقى دي اصعب سؤال نمره 3. All voltage gated sodium channels are open with some potassium channel. يعني السؤال بطريقه ثانيه، الام اس كيو بيجي باكثر من طريقه، شكل المألوف والشكل الحلوف قلنا. يبقى يقول لي during depolarization permeability بتزيد للصوديوم، بص على الرسم، ولا البوتاسيوم ولا لكليهما؟ اعتقد كليهما. البرميابيلتي بتزيد لكليهما بس للصوديوم بما لا يقارن. يبقى النت افكت ان البرميابيلتي زادت للصوديوم، فبيحصل صوديوم انفلكس فيحصل ديبولاريزيشن. ده اصعب سؤال. في اثناء ريبولاريزيشن ايه سبب الريبولاريزيشن؟ حاجتين، خد بالك مش حاجه واحده بس. ان اكتيفيشن اوف اول صوديوم شانلز، لازم عشان تعمل تبتدي ريبولاريزيشن لازم توقف الديبولاريزيشن. قلتها بلغه السيارات، عربيه ماشيه لقدام عشان اجيب ورا لازم الاول اقف اوقف القوه اللي بتديني لقدام، يبقى اوقف الديبولاريزيشن وبعدين ابتدي اجيب لورا. يبقى ان اكتيفيشن اوف اول صوديوم شانلز زائد اكتيفيشن اوف اول بوتاسيوم شانل، ده الاوائل. ان اكتيفيشن اول صوديوم واكتيفيشن اول بوتاسيوم. طب في اثناء الهايبربولاريزيشن قلنا ايه اللي عمل الهايبربولاريزيشن؟ ان في سام بوتاسيوم شانلز بتبقى فاتحه اهي، سام بوتاسيوم شانلز بتبقى فاتحه اهي بالشكل ده، سام بوتاسيوم شانل. خد بالك بقى، انا عاوزك تاخد بالك ليه عاوزين نرجع لنمره 6. ايه الفرق بين 5 و 6؟ 5 ان الصوديوم قافل، بس قافل بانهي جيت؟ بالجيت الغلط، الانر. بينما احنا عشان نرجع لريسنج ممبر بوتنشال هو كان قافل بالاوتر. فده الفرق بين 5 و 6، ان الصوديوم شانل بتعكس بقى، بدل ما كانت قافله بالانر انتهينا انها قافله بالانر، هتقفل كالعادي كالطبيعه بالاوتر. ده القصه في الريسنج ممبر بوتنشال. عشان نرجع رسمه 6 تبقى زي رسمه 1 بالظبط. لان ايه الفرق في رسمه 5؟ قافله الصوديوم بس قافله بالانر، احنا عاوزين نقفلها بالاوتر. ده يا اولاد اهم سؤال في الام اس كيو وورلد وايد، عشان كده اقولهم تاني في عجاله. في الريستنج ممبر بوتنشال الفولتج جيتد صوديوم شانل، الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل كلهم قافلين. قلت اللي فاتح هو الانور ريكتيفاين بوتاسيوم شانل اللي هي نون جيتد. سؤال داخل سؤال، الصوديوم قافله بالاوتر وهو الاليق، البوتاسيوم قافله بالانر وهو مش بس الاليق، هي ما عندهاش غير الانر. قبل الديبولاريزيشن، قبل الفايرنج ليفل، في سم صوديوم شانلز فاتحه، سم. طب بعد الفايرنج ليفل حاجتين، اول صوديوم شانلز وسم بوتاسيوم شانل. والسؤال بطريقه ثانيه، يبقى البرميابيلتي بتزيد للصوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم، بس المحصله صوديوم. سؤال رقم 4، في اثناء ريبولاريزيشن ايه سبب ريبولاريزيشن؟ ان اكتيفيشن اوف صوديوم، ان اكتيفيشن اوف صوديوم واكتيفيشن اوف بوتاسيوم. خلاص ده سبب ريبولاريزيشن. السؤال الرابع، ان اكتيفيشن اول صوديوم واكتيفيشن اول بوتاسيوم. طب 5، في الهايبربولاريزيشن ليه حصل هايبربولاريزيشن؟ ليه؟ لان تدفق بوتاسيوم اكتر، لان في سم بوتاسيوم شانل فاتحه. طب ليه، ايه الفرق، ازاي بنرجع من 5 ل 6؟ ايه الفرق بين 5 و 6؟ ان في 5 قافلين الصوديوم بالانر، عاوزين نرجع نقفله تاني بالاوتر، فالصوديوم بيعكس. دي اللوحه رقم 8 يا اولاد. اللوحه رقم 9، اكسيتابيلتي تشينجز. هنقولها في عجاله، ان عندي في الاكسيتابيلتي تشينجز ابسولوت ريفراكتوري بيريود وريلاتيف ريفراكتوري بيريود. الابسولوت ريفراكتوري بيريود حفظتها لاجيال من اسمها، ريفراكتوري يعني عدم استجابه، كلمه ريفراكتوري يعني لا يستجيب، ابسولوت يعني عدم الاستجابه مطلق يعني الاستجابه صفر. يبقى الاكسيتابيلتي في الابسولوت ريفراكتوري بيريود الاول معلومه في الام اس كيو زيرو. بطريقه ثانيه، نو اذر ستيمولس وات ايفر سترونج ايا كان قوته كان اكسايت. صح برضه، اكسيتابيلتي صفر صح. نو اذر ستيمولس كان اكسايت وات ايفر سترونج صح. اهم سؤال بقى، بتشمل انهي حته؟ حفظتها الاجيال الابسولوت ريفراكتوري بيريود بالسمع، وبتقول لي بنسمع صوتك في الامتحان، كونسايز مع الاسندنج ليم وحته في الديسندنج. يبقى الا ابسولوت ريفراكتوري بيريود كونسايز مع الا اسندنج ليم وحته في الديسندنج.
طب التفسير ليه؟ ما انت ما تقدرش تعمل اكشن بوتنشال جديد غير لو قدرت تفتح الصوديوم شانل تاني من جديد. ففي الاسندنج ليم كلهم مفتوحين، هم اوريدي كلهم مفتوحين، هتفتح ما هم مفتوحين، هتعمل ايه زياده؟ ولا يمكن ان يعاودوا الفتح اول ما يقفلوا، لا لازم شويه عشان يقدروا يفتحوا تاني ونعمل اكشن بوتنشال جديد. This is why absolute بتاخد الاسندنج وحته في الديسند عبال ما تقدر يفتحوا، ماشي خلاص فاتحين مش هتقدر تعمل حاجه، ده ما هو كلهم فاتحين، السكند ستيمولس يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. طب عشان يقفلوا لازم ما بيفتحوش غير بعد شويه، عشان كده بياخد الاسندنج وحته من الديسندنج. بينما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود من اسمها يعني عدم الاستجابه نسبي، لا هو صفر ولا هو نورمال، سب نورمال، اكسيتابيلتي سب نورمال. او تجي لك بطريقه ثانيه، ادام الاكسيتابيلتي سب نورمال يبقى عشان اعمل اكشن بوتنشال والاكسيتابيلتي قليله محتاج ستيمولس قوي لان الاكسيتابيلتي قليله، يبقى وي نيد سترونجر ستيمولس تو ميك ا ريسبونس. هنا مفيش اي ستيمولس يقدر يعمل اي حاجه، هنا وي نيد سترونجر، هنا الاكسيتابيلتي صفر، هنا الاكسيتابيلتي سب نورمال، هنا نو اذر ستيمولس، هنا وي نيد سترونجر ستيمولس. طب اهم نقطه كوينسايدز مع ايه؟ الريلاتيف فاكتور بيريود، حفظتها لكم بالسمع. الريلاتيف فاكتور بيريود كوينسايدز مع الريست اوف ديسندنج ليم، يبقى الابسولوت فاكتور بيريود مع الاسندنج وحته في الديسندنج، اما الريلاتيف فاكتور بيريود مع الريست اوف ديسندنج ليم. في سؤالين ام اس كيو مهمين جدا. احنا قلنا ان الدي بولاريزيشن يا اولاد سببها صوديوم انفلكس، دخول الصوديوم. طيب هل في اثناء الدي بولاريزيشن كل الصوديوم اللي بره بيدخل جوه؟ لا دي غلط، بيدخل شويه صغيرين قوي، قطره من محيط كافيه. بص معايا على اللي بالليزر، كافيه لعكس الاستقطاب، يبقى جوه مور بوسيبل بالنسبه لبره، لكن لم يحدث عكس في التركيز. يعني في اثناء دي بوزيشن مش الصوديوم اللي بره، الصوديوم اللي بره كله دخل جوه، العبط ده ما بحبوش. يبقى في اثناء الدي بوزيشن حصل ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس للاستقطاب، ان نوت ريفرسال اوف كونسنتريشن اوف صوديوم. ما حصلش ريفرسال اوف كونسنتريشن اوف صوديوم، ما زال معظم الصوديوم بره. ماذا تصنع قطره دخلت من محيط موجود بره؟ يبقى في اثناء الدي بولاريزيشن ينعكس الاستقطاب ولا ينعكس تركيز الصوديوم، بقى الصوديوم جوه اكتر. ظاهره الاكوموديشن او الادابتيشن اللي قلنا هنفسرها. يعني ليه لما بتدي ستيمولس بطيء وتعلي لي الثريشولد فاليو توصل القيمه المطلوبه بس لانه بطيء ما عملش حاجه؟ هقول لك، بسبب ان الاستيمولس ازاي بيعمل حاجه؟ بيأكتيفيت الصوديوم شانلز. لما بيبقى بطيء بيبقى بالانسد بحاجتين عكس الصوديوم شانل، ان عدد الصوديوم شانل اللي بتفتح اكتيفيتد يساوي عدد الصوديوم شانل اللي بتقفل، بتدي فرصه للصوديوم شانل تقفل، يبقى بالانسد بالان اكتيفيشن او كلوجر صوديوم شانل. ده مش كده وبس، وبالانس كمان بالاوبننج بوتاسيوم شانل اللي هو بيعاكس الصوديوم، الصوديوم بيخلي جوه بوزيتيف، البوتاسيوم بيخلي بره هو اللي بوزيتيف. يبقى ليه البطء منع حدوث الدي بولاريزيشن المرجو؟ لان حصل بالانس ما بين الاكتيفيشن صوديوم شانل من ناحيه والان اكتيفيشن اوف صوديوم شانل والاوبننج بوتاسيوم شانل من ناحيه اخرى. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا وفي نفس الوقت شافه مهم جدا. اللوحه رقم 10 كومباوند اكشن بوتنشال اند باي فيزيك اكشن بوتنشال. فين السؤال هنا؟ الاكشن بوتنشال، افتح ودنك افتح ودنك، ده بنسجله من سنجل نيرف فايبر، يعني ليفه عصبيه واحده، انما الكومباوند من اسمه بيتسجل في نيرف ترونك زي الريديال نيرف زي الالر نيرف زي الفيمور، يعني كذا نيرف فايبرز، في بعضهم A وبعضهم B فايبرز وبعضهم C فايبرز. يبقى هتدي الاستيمولس اهو وهتسجل من نيرف كذا نيرف فايبرز، يبقى الكومباوند في نيرف مش في نيرف فايبر، نيرف ترانك. وقلت معلومه مهمه جدا، ان الكبير كبير والصغير صغير، يعني الايه اللي هو اكبر نيرف فيهم بموثك عنده اقوى واسرع اكشن بوتنشال اهي كما يبدو في الصوره، يليه البي
اضعف واقل في السرعه اضعفهم السي. فلما حضرتك بتحط الالكترود هنا بيتوالى وصول الاكشن بوتنشال الاقوى وبعد شويه يوصل لاضعف منه وبعد شويه يوصل لاضعف منه. نتج عن كده ايه بقى يا اولاد؟ ان بقى عندي على الديسندنج ليم اوف ذا سبايك في سيفرال بيكس سكندري ويفز. بتمثل ايه الويفز دي؟ بتمثل البيكس بتاعت الاكشن بوتنشال اللي بيتوالى وصولها. The peaks of the successively arriving action potentials. فهمت؟ يبقى السكندري ويفز دي بتمثل ايه؟ اولا هي على الديسندنج ليم مش على الاسندنج. ده سؤال ام اس كيو. وبتمثل قمم الاكشن بوتنشال اللي بيتوالى وصولها. اقوى واحد يوصل الاول، بعديه بشويه يوصل الثاني اللي هو الاضعف، بعديه بشويه الثالث، يبقى في سيفرال بيكس. ثاني معلومه في الكومباوند مهمه جدا في الام اس كيو، ان بينما الاكشن بوتنشال اللي هنشوف بعد شويه بيتبع الاول اور نون لو، هيطلع بنفس القيمه ما يطلعش، انما الكومباوند ده مفيش اول اور نون، كان بي جريدد. ليه؟ لان لما ادي ستيمول ثريشولد هيشغل شويه نيرف فايبر من النيرف. طب ادي سوبرا ثريشولد شغل عدد اكبر فيبقى الاكشن بوتنشال اقوى، ادي ماكسيمم شغلهم كلهم يبقى كان بي جريدد. دي تاني نقطه. بينما الاكشن بوتنشال بتاع النيرف فايبر لوحده اول اور نون لو. الباي فيزيك اكشن بوتنشال اللي هو ما حدش بيعمله، اللي هو قلنا لو حطينا التو الكترودز على تو بوينتس تتوقع ايه؟ اهي تتوقع هقيس تو سبايكس ان اوبوزيت دايركشن، واحد لفوق واحد لتحت. طب ليه ما بنستخدموش؟ لان احنا قلنا الموضوع مش سبايك بس، في بعديه هايبر بوزيشن بياخد سبايك، ده بياخد 2 ملي سكند، هايبر بوزيشن بياخد 40 ملي سكند. فقبل ما الالكترود الاول يكون خلص التغيرات اللي هي ايه التغيرات؟ مش سبايك بس وهايبر بوزيشن، بيكون السبايك وصل الالكترود الثاني، فهيتداخل السبايك مع الثاني مع الهايبر بوزيشن بتاعت الالكترود الاولاني. اديك فهمت؟ مش هنسجل اي كلام. فعشان كده ما حدش في الدنيا بيقيس الباي فيزيك، انما هو هيبقى شكله ايه؟ واحد لفوق واحد لتحت، لان واحد اتسجل على البوزيتيف الكترود والتاني اتسجل على النيجاتيف الكترود. نفس الكهرباء على تو الكترودز مختلفين، يبقى يطلع لي تو سبايكس في اتجاهين مختلفين. ليه ما بنعملش الكلام ده؟ لان قلنا الكهرباء يا اولاد سريعه جدا، بحيث قبل ما بتفرغ التغيرات عن الالكترود الاولاني بيكون بدا التغيرات عن الالكترود الثاني. هنا ده عمل سبايك والسبايك وصل، بس لسه في هنا هايبر بولاريزيشن، فحصل تداخل ما بين السبايك هنا والهايبر بولاريزيشن. فما حدش بيقيس العبط ده، حتى لما بيجيبوها سؤال في النظري ببقى مستغرب، الناس دي خارج التاريخ، ما حدش بيقيس الكلام ده. اللوحه رقم 11، احنا قلنا عندنا 14 لوحه في النيرف. يلا هي كتلقات الرصاص بس مراجعه معتبره وفيري افكتيف. هي صحيح من وجهه نظر ام اس كيو، لكن زي ما قالوا لي الناس هنا ان هو ده اللي عاوزينه بالظبط. انت عاوز تسمع اسمع المحاضرات الاساسيه، وادي ادي ملخص معتبر. سب ثريشولد ستيمولس بيعمل ايه يا اولاد؟ اولا نفهم يعني ايه سب ثريشولد. يعني تحت الثريشولد، الثريشولد اللي هو المدخل اللي هو الكافي. يبقى ما بيوصلنيش للفايرنج ليفل. انا من الريستنج ممبر بوتنشال ناقص 90 الى الفايرنج اللي هو ناقص 65، يبقى الفرق 25 ملي فولت. في ستيمولس يعمل لي 7 بس، 7 ملي فولت من ناقص 90 لناقص 83، يبقى الفرق 7. ده يسموه كات الكتروتونس. في سب ثريشولد برضه ما بيوصلنيش الفايرنج ليفل، بس اكتر من 7 واقل من 25، ده يعمل لي لوكال ريسبونس. يبقى السب ثريشولد ممكن يديني يعطي ظاهره من ظاهرتين، يا كات الكتروتونس يا لوكال ريسبونس. ندرس الاولانيه. تعالى بقى مش ندرس الكات الكتروتونس، ندرس الالكتروتونس عموما. قلت لازم تبقى فاهم الترمينولوجي، وانا ضيعت وقت في الترمينولوجي. يعني ايه الكتروتونس؟ تون يعني مستمر. فالكتروتونس يعني ظاهره متعلقه بالتيار المستمر اللي هو جالفانيك بتاع البطاريه، مش الفرادك. لان احنا الكهرباء في الدنيا نوعين، بتاع الايفر ريدي ده اسمه جالفانيك، بيتميز بانه تيار ضعيف ما يكهربش بس مستمر. انما اللي موجود في البلب في المصباح، لو فكيت المصباح بتاع الحائط ده وحطيت صابعك تتكهرب، قوي بيقعد مده قصيره، سموه متردد فرادك.
فاول سؤال بستغرب بيجيبوه في الام اس كيو عندنا، يقول لك ظاهره الالكتروتونس ترى بجلفانيك ولا بفرادك؟ يبقى الناس دي مش فاهمه ترمينولوجي. الكتروتونس يعني تيار مستمر، يبقى لازم تبقى جلفانيك. فين السؤال على راي سعيد صالح؟ فين السؤال اساسا؟ ما انت بتقول لي الكتروتونس يعني تيار مستمر، يبقى 100% بالجلفانيك. واحنا بنتكلم على السب ثريشولد، دي تاني كلمه في الام اس كيو، يبقى الكتروتونس ظاهره بالجلفانيك سب ثريشولد. وبعدين تاني كلمه هنعرفها بعد شويه انها باسيف، ان التغيرات الكهربائيه دي ما بيعملهاش النيرف. الكهرباء اللي على النيرف دي مالها، النيرف ملوش دعوه، دي كهرباء البطاريه. يبقى باسيف. ثلاث كلمات في الام اس كيو: جلفانيك، سب ثريشولد، باسيف. القطب السالب لكونه سالب يضيف شحنات سالبه، اهي يبقى هضاف لي شحنات سالبه على الاوتر سيرفيس، يبقى بقى في ستيت اوف ديبولاريزيشن عند الريجن اوف كاثود. فسموا دي ايه بقى؟ ايه اللي حصل عند الكاثود في اثناء الالكتروتونس؟ حصل ديبولاريزيشن فسموها كات الكتروتونس. الكتروتونس على تيار مستمر، عند الكاثود حصل ديبولاريزيشن. خلاص؟ لا تتخطى، ده نقطة مهمة جدا رابعة في الام اس كيو، 7 ملي فولت. طب لما حصل ديبولاريزيشن يبقى احنا قربنا من الفايرنج ليفل، يبقى الاكسايتابيلتي تزيد. زيادة الاكسايتابيلتي عند الريجن اوف كاثود في اثناء الكتروتونس هو ده اللي اسمه كات الكتروتونس. يعني ما يسألك في الشفا او في الام اس كيو ما هو الكات الكتروتونس؟ هو زيادة الاكسايتابيلتي، زيادة الاكسايتابيلتي عند مين؟ عند الكاثود في اثناء ايه؟ التيار المستمر الالكتروتونس. بسبب ايه بقى تبقى فاهمها؟ بسبب ان الكاثود عمل ديبولاريزيشن، القطب السالب يضع شحنات سالبه. طب نقول الناحيه الثانيه بقى، الان الكتروتونس اظن انت تقولها، القطب الموجب لكونه موجب يضع شحنات موجبه. طب وهي اوريدي الاوتر سيرفس عليه موجب وهو حط عليه موجب، يبقى عدد البوزيتيف تشارج زاد، يبقى عمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن، بعدني عن الفايرنج ليفل، فقلل الاكسايتابيلتي، فسميناها ان الكتروتونس. يبقى ما يسالني يعني ايه ان الكتروتونس؟ هي نقص الاكسايتابيلتي ات ذا ريجن اوف انود في اثناء الالكتروتونس تيار مستمر. كلمه معبره عن روحها، الكتروتونس تيار مستمر، ان يعني اللي حصل عند الانود في اثناء التيار المستمر، ان الاكسايتابيلتي قلت. التفسير لان القطب الموجب وضع شحنات موجبه وهي اوريدي في شحنات موجبه، فعمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن، بروك مي فار فروم ذا فايرنج ليفل، بعدني عن الفايرنج ليفل. ده القصه. في ساعات بقى سؤال نزل يقول لك ايه؟ طب لو اديت ثريشولد جالفانيك كارنت، ثريشولد يعني هيدي اكشن بوتنشال، تيار مستمر بس كافي لمده ربع ساعه في العصب. الاجابه اللي انت مش متوقعها، ربع ساعه التيار ماشي في العصب هيطلع تو اكشن بوتنشالز بس في ربع ساعه، واحد وانت بتقفل الدايره عند الكاثود، واحد وانت بتفتح الدايره عند الانود، لان التيارات الكهربائيه بتتعكس وانت بتفتح الدايره عن وانك بتقفلها. يبقى تصور تحط التيار المستمر الكافي، كافي ربع ساعه نص ساعه ساعه، هم تو اكشن بوتنشالز، واحد في الميك وانت بتقفل، واحد في البريك وانت بتفتح. في الميك عند الكاثود، في البريك عند الانود، لان التيارات بتعكس. السؤال الرائع، طب وليه في اثناء المرور المستمر للتيار الكهربائي ما بيطلعش اكشن بوتنشال؟ اظن انت جاوبت السؤال، ليه في اثناء المرور ايه علي صوتك، المستمر، المرور المستمر ده مش 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 ستيمولس، لان ستيمولس از تشينج، المؤثر هو تغير، انك دايره كانت مفتوحه قفلتها ده تغير، كانت مقفوله فتحتها ده تغير، انما مرور مستمر 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 ده مش تغير. فالعصب بيحصل له ادابتيشن او اكوموديشن، مفيش تغير، دي سواي بيطلع تو اكشن بوتنشلز بس. كانت هذه اللوحه رقم 11. اللوحه رقم 12 يا ولاد، تاني احتمال للسب ثريشولد ستيمولس ان هو يدي لوكال ريسبونس، استجابه موضوعيه. لو جيت لاي عصب في جسمك واديت له اهو في رجلي اهو، رحت مدي له ثريشولد ستيمولس، يطلع اكشن بوتنشال يمشي لاخر العصب بروباجيتد. لكن لو اديته سب ثريشولد ستيمولس ضعيف، يحصل كهرباء ضعيف قبل الفايرنج ليفل،
تمشي فيو سنتيمترز وقوتها تتناقص وتندثر بعد 2-3 سنتي. ده اللي يسموه لوكال ريسبونس، استجابه موضعيه. يبقى الثريشولد بيدي اكشن بوتنشال يمشي لاخر العصب. السب ثريشولد يدي كهرباء ضعيفه تمشي 2 سنتي يعني في مكانها تقريبا ما مشيتش وتندثر، يسموها لوكال ريسبونس. خلاص حطه في جدول تاريخي للعبد الله. من 7 نقط كل نقطتين مع بعضهم. اللوكال ريسبونس يحدث مع السب ثريشولد ستيمولس. ستيمولس ليه ما مشيش الكهرباء؟ لانه الاستيمولس غير كافي. سب ثريشولد، ثريشولد يعني كافي، وعليه اتس نوت بروباجيتد، وعليه لوكال. هو عشان كده يسموه لوكال ريسبونس. طبعا ساعات هنا الناس بتوع نورث امريكا اللي بيسمعوني، العرب بتوع نورث امريكا، هيجيبها لهم وهي صح سلايتلي بروباجيتد، لان انا قلت بتمشي فيو سنتيمترز بقوه متناقصه الى ان تندفع. هي مش نون بروباجيتد، تقريبا ما مشيتش، بس هي مشيت 2-3 سنتي، فيجيبها لك لوكال صح، نون بروباجيتد صح، سلايتلي بروباجيتد برضه صح في الام اس كيو. انما الاكشن بوتنشال بيبقى لازم الاستيمولس يبقى كافي، ثريشولد او سوبرا ثريشولد. زياده الخير خيرين يا اخي، ثريشولد او سوبرا ثريشولد. وانس طلع اكشن بوتنشال اللي هو يسموه نيرف امبلس، خلاص يعني الاكشن بوتنشال بيسموه نيرف امبلس او نيرف سيجنال، كل ده اسامي للاكشن بوتنشال اتعلمهم. اكشن بوتنشال، نيرف امبلس يعني نبض عصبيه، نيرف سيجنال يعني اشاره عصبيه. اديني بترجم لك العربي كله. ده لازم الاستيمولس يبقى ثريشولد او زياده الخير خيرين سوبرا ثريشولد وبروباجيت. الاكشن بوتنشال لا يعتمد على قوه الاستيمولس، لانه مش هيحصل غير لو فتحت كل الصوديوم شانلز، فعشان كده هيطلع بنفس القيمه او ما يطلعش. وبيز اول اور نان لو كان نوت بي جريدد. فاهم ليه؟ لان الثريشولد عشان يدي اكشن بوتنشال لازم يوصلني للفارنج ليفل اللي بيفتح عندها كل الصوديوم شانل. طب السوبرا ثريشولد برضه لازم يوصلني للفارنج ليفل اللي بيفتح عندها كل الصوديوم شانلز. يبقى مفيش فرق بين الثريشولد والسوبر ثريشولد، هما الاثنين يدوا نفس الاكشن بوتنشال بنفس القوه اللي هي 125 ملي فولت. يبقى اوبيز اول اور نان كان نوت بي جريدد، يا ناجح يا سائط، مفيش درجات. طيب وانس، انما الناحيه الثانيه في اللوكال ريسبونس ما وصلناش الفارنج ليفل، يبقى لو اديت ستيمولس سب ثريشولد ضعيف يفتح شويه صغيرين، سب ثريشولد برضه بس اقوى شويه يفتح اكتر شويه، كل ده ما اداش اكشن بوتنشال. سب ثريشولد برضه بس اقوى شويه يفتح مور، يبقى اذا كان بي جريدد اهو، يبقى في اكتر من قيمه، يبقى داز نوت اوبي اول اور نان لو. او بطريقه ثانيه في الام اس كيو، يبقى اللوكال ريسبونس ديبيندز على الانتنسيتي اوف ذا ستيمولس. انما هنا في الاكشن بوتنشال اهو، ده زي ده داز نوت ديبيند اون ذا انتنسيتي اوف ستيمولس. ثريشولد سوبر ثريشولد هما الاثنين بيعملوا نفس الشيء، بيفتحوا كل التشانلز، يبقى يجيبها لك بتتبع الاول اور نان لو كان نوت بي جريدد او داز نوت ديبيند اون ذا انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. انما اللوكال ريسبونس داز نوت اوبي اور نو، يبقى كان بي جريدد اهو، كان بي جريدد ديبيندز اون ذا انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. طيب هنعمل حاجه ثانيه، لو انا اديت ستيمولس يعمل اكشن بوتنشال، وفي اثناء الاكشن بوتنشال اديت ستيمولاي ثاني، اديت ثلاثه ستيمولاي، بدل ما اديت واحد يعمل اكشن بوتنشال اديت ثلاثه، هل تاثير ثلاثه هيختلف عن واحد؟ لا. ليه؟ لان الواحد فتح كل الصوديوم شانل عشان يعمل اكشن بوتنشال، طب الثاني والثالث في الحاله الثانيه هنا، ما هو اوريدي اول واحد هيفتحهم كلهم. يبقى الثاني والثالث مع الاعتذار في التعبير هيهببوا ايه؟ ما هم اوريدي الاولاني فتحهم كلهم. يبقى مش هيعملوا حاجه، يبقى الاستجابه ليهم ايه؟ صفر. يبقى ده نسميه ابسولوت ريفراكتوري بيريود، وعليه لم يحدث تراكم في الاستجابه، فيسموها كان نوت بي سميتد. يعني وجود ابسولوت ريفراكتوري بيريود ان مفيش استجابه، ازاي يبقى مفيش استجابه ويتراكم الاستجابه؟ يبقى كان نوت بي سميتد. وبليز انتوا بتلخبطوها بعبط، ما تحطش جريدد مع ابسولوت ريفراكتوري بيريود وسميتد مع اول اور نان لو. اول اور نان يعني يا ناجح يا ساقط، مفيش نمر، كان نوت بي جريدد، مفيش جريدز. يبقى مع اول اور نان لو تقول كان نوت بي جريدد، مع ابسولوت ريفراكتوري بيريود تقول كان نوت بي سميتد. حتى اقولها بعربياتنا،
كيف تتراكم؟ سميتد يعني الاستجابه تتراكم، الثاني والثالث تراكموا مع الاول، هنا مفيش تراكم، الاولاني لوحده زي الاولاني والثاني والثالث، كان نوت بي سميتد. فكيف تتراكم الاستجابه وهناك فتره عدم استجابه؟ اذا كنت انت بتقول مفيش استجابه، ابسولوت ريفلكت، عدم استجابه مطلق، يبقى ازاي تتراكم الاستجابه؟ انما تعالى هنا في اللوكال ريسبونس، هنا ممكن لو اديت استيمولس سب ثريشولد فتح شويه، الثاني يفتح كمان شويه، الثالث كمان شويه، يعني اذا الاستجابه للثاني تراكمت مع استجابه الاول، والثالث تراكمت مع الثاني، يبقى في تراكم في الاستجابه. كان بي سميتد ليه؟ لانك قبل الفارينج ليفل ما فيش ابسولوت ريفاكتور بيرو، ده بالعكس الاستجابه قبل الفارينج ليفل بتزيد، عشان كده سموها الاسم الثاني دلوقتي هتفهم لوكال اكسيتاتوري ستيت، لانها الاستجابه بتتراكم وتتزايد، يبقى نو ابسولوت ريفاكتور بيرو، يبقى كان بي سميتد. طب الايونيك بيزس ليه حصل الكلام ده كله في الاكشن بوتنشال؟ لانه واحد زي ثلاثه، ثريشولد زي سوبر ثريشولد، كلهم بيفتحوا اول صوديوم شانلز، ده السبب. اول صوديوم شانلز ار اوبن، وبالتالي يبقى هايلي اكتف الممبرين. انما هنا ليه بيحصل تراكم في الاستجابه؟ لان واحد بيفتح سام شانل، الثاني يفتح مور شانل، الثالث مور اند مور شانلز، يبقى سام صوديوم شانلز ار اوبن مش اول، يبقى سلايتلي اكتف. وحفظتها لأجيال بطريقة رائعة لم ولن تنسوها. الكهرباء في الجسم، اسمع الجملة دي بمليون جنيه، افتح ودانك كله. الكهرباء في الجسم نوعان، هناخد مليون نوع كهرباء، إنما عند العبد لله هما نوعين، يا أكشن بوتنشال يا مش أكشن بوتنشال. إلكتروتونس لوكال ريسبونس اند بليب بوتنشال، وفي سنه ثانيه بناخد حاجات كتيره قوي، هو يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. ما ينطبق على الاكشن بوتنشال افتح ودانك، لا ينطبق على سواه. الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك، شروط الاكشن بوتنشال لا تنطبق غير على الاكشن بوتنشال، وعليه تبقى حفظت كل الكاركترز بتاعت الكهرباء في الجسم على تنوعها. الاكشن بوتنشال ليه كاركترز معينه، الباقيين كلهم عكس هذه الكاركترز. عاوز الاحلى منها خدها. قاعده ارساها لعبد الله اسمها قاعده التريبل اي، ان الاكشن بوتنشال بحرف الاي ينطبق عليه ثلاث حاجات بحرف الاي، تريبل اي، حتى هنا يسموها، انا عارف اللي بيسمعوني امريكان اوتومبيل اسوشيشن بيضحكوا لما بيسمعوني، انما احنا عندنا في بلادنا العربيه ما فيش الامريكان اوتومبيل اسوشيشن. يبقى الاكشن بوتنشال بحرف الاي معاه ثلاثة ايه، هو الوحيد اللي معاه اول اورنان لو بحرف الاي وعليه كانوا بيجريدد، هو الوحيد اللي معاه ابسولوت ريفراكتوري بيريود وعليه كانوا بيسميتد، هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانلز، وبالتالي النيرف از هايلي اكتف. اي كهرباء ثانيه والمثال دلوقتي لوكال ريسبونس او حتى الالكتروتونس اللي خدناه ده ينطبق عليه نفس العكس، مفيش اول اور نان داز نوت اوبي اول اور نان يبقى جريدد، مفيش ابسولوت ريفاكتور بيريود يبقى سميتد، وفي حاله اللوكال ريسبونس بس بيفتح بعض الصوديوم شانلز فالممبرين يبقى سلايتلي اكتف. لان ده الفرق بينها وبين اللي قبلها اللي خدناها الالكتروتونس، واوريك الرسمه في الالكتروتونس. في الالكتروتونس النيرف از باسيف، ما فتحتش اي صوديوم شانلز خالص، ده الفرق الوحيد باسيف. الشحنات السالبه دي مالهاش دعوه بالصوديوم، النيرف ما فتحش اي صوديوم، اللي عمل الشحنات السالبه دي الالكترود، النيرف مالوش اي علاقه بيها، النيرف قاعد ساكت، الراجل كافي خير وشره، القطب السالب لكونه سالب عمال يحط عليه شحنات سالبه. يبقى دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. يبقى الالكتروتونس اهي، بص اهي اعملها لك في رسمه جميله جدا، الالكتروتونس ليس ذان سبعه وبتبقى باسيف، الديبولاريزيشن مش سببه النيرف، سببه القطب السالب اهو. انما في اللوكال ريسبونس انه بعض الصوديوم شانل فتحت سلايتلي اكتف، عند الفايرنج ليفل في الاكشن بوتنشال هاي اكتف، لان كل الصوديوم شانلز فتحت. واحد من اصعب الاسئله، يبقى في ثلاث انواع من الديبولاريزيشن خدناها في النيرف. اول سبعه اللي هو كات الكتروتونس، النيرف ملوش دعوه خالص، ما فتحش اي شانلز، النيرف باسيف وليس ذان سبعه. اكتر من سبعه واقل من الفارنج ليفل اللي هي 25
ده اللوكال ريسبونس او اللوكال اكسيتاتوري ستيت. فتحنا بعض التشانلز يبقى النيرف سلايتلي اكتف. هو فتح بعض التشانلز عند الفايرنج ليفل اللي هو الاكشن بوتنشال, فتحنا كل التشانلز يبقى هاي اكتف ناقص 25. ولا تنسى ان جمل مهمه جدا في الام اس كيو, الطالب بيقول لي بنسمع صوتك في الام اس كيو. الاكشن بوتنشال لما يجي لك في الام اس كيو تريبل اي, الاكشن بوتنشال بحرف الاي معاه 3 اي اهم. هو الوحيد اللي معاه اول اور دون يبقى كان نوت بي جريدد. هو الوحيد اللي معاه ابسولوت ريفاكتور بير تاني اي اهي يبقى كان نوت بي سبميتد. هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانلز يبقى هاي الاكتف. الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحب الشريك, ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. الباقي كله اعكس تماما. لوكال ريسبونس الكتروتونس اند بلي بوتنشال هناخدها النهارده في المصل باذن الله, ده العكس تماما. مفيش اولور نان يبقى جريدد, مفيش ابسولوت افكت يبقى سميتد, ما بيفتحش كل الصوديوم شانل تبقى سلايتلي اكتف. طبعا في الكتروتونس مفيش صوديوم شانل خالص يبقى باسيف. لوحه ما قبل الاخيره في النيرف, ال factors affecting membrane potential and excitability. احنا مين يا اولاد الاينز اللي لعبنا بيهم؟ مين يعني؟ احنا كان عندنا ثلاث فصول لكن كان في لاعبين بس, الصوديوم والبوتاسيوم. واذكرك في عجاله البوتاسيوم كان مسؤول عن الفصل الاول اللي هو البولاريز ستيت من خلال الانورد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل. في الفصل الثالث الري بو بو بولاريزيشن برضه عوده للبولاريزيشن يبقى برضه بو بو بوتاسيوم بس غيرنا الديكور, كان من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل. يبقى البوتاسيوم خد دورين في الاول والثالث. البوتاسيوم مسؤول عن البولاريزيت والري بولاريزيشن. ما هو افهم, ما هو الري بولاريزيشن هي عوده للبولاريزيشن يبقى لازم تبقى بوتاسيوم برضه. يبقى الفصل الثاني وهو اهم الفصول وهو الديبولاريزيشن يبقى العكس, العكس يبقى صوديوم انفلكس من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانلز. فهمت؟ يبقى ثلاث فصول بلاعبين, البوتاسيوم مسؤول عن البولاريز ستيت وري بولاريزيشن بس الديكور مختلف. هنا من خلال الانورد ديكتيفاين بوتاسيوم شانل في البولاريزيشن اللي هي نون جيتد نون جيتد, والثالثه من خلال الريبولاريزيشن فولتج جيتد بوتاسيوم شانل. اهم فصل هو الفصل الثاني ديبولاريزيشن صوديوم انفلكس من خلال فولتج جيتد صوديوم شانلز. قلتها ليه؟ لان العضله عندما تنقبض والغده عندما تفرز والمخ حينما ينضح بافكاره ما هو الا ديبولاريزيشن. تبقى فاهم حتى شكل الكهرباء ايه بتاع في جسمك السبايك ده, يعني انت اول مره تشوف شكل الكهرباء في جسمك سبايك بوتنشال. فعشان كده الفاكتور اللي هتأثر في الاكسيتابيلتي يا صوديوم يا بوتاسيوم يا كلاهما. فهمت ازاي بنفكر؟ يبقى في رول اوف صوديوم وفي رول اوف بوتاسيوم لطالب ذكي, ما هو مش اي علوين ورص, مش محاضره انا هنا وصوديوم بوتاسيوم بام. فهمت جبتهم ازاي؟ تلات عوامل يا بوتاسيوم يا صوديوم يا صوديوم بوتاسيوم بام. ابتدي بالصوديوم, انت اتعلمت الصوديوم ده الفصل الثاني ده بيختص بالديبولاريزيشن. ده سؤال شاف مسؤول عن الفصل الثاني ديبولاريزيشن صوديوم انفلكس. ولاني في يوم من الايام قلت حتى دخلت فنيه عسكريه كان دماغي كله هندسه فبحب كالارقام 1+1=2 ده شرحي فيش التشويح والانشا والفقرات دي عندي 1+1=2. الاكسيتابيلتي ما تعريف الاكسيتابيلتي؟ دي باور تو ريسبوند. النيرف بيرسبوند ازاي لما تديله؟ بيعمل ديبولاريزيشن. يبقى الاكسيتابيلتي في النيرف الاستجابه في النيرف تساوي ديبولاريزيشن. النيرف لما بتديله ستيمولس ما بيشتمكش ما بيضربكش بيقلب لك وشه بيعمل ريفرس بولاريتي اور ديبولاريزيشن اللي سببها صوديوم انفلكس. يبقى الاكسيتابيلتي تساوي ديبولاريزيشن والديبولاريزيشن يساوي صوديوم انفلكس. خلصت. يبقى اي حاجه تزود الصوديوم انفلكس تزود دخول الصوديوم هتزود الديبولاريزيشن اللي هو اللون الاحمر هتزود الاكسيتابيلتي. واظن انت فهمت العكس, اي حاجه تقلل الصوديوم انفلكس تقلل الديبولاريزيشن تقلل الاكسيتابيلتي 1+1=2. يبقى الحاجات اللي هتزود الصوديوم بيرميابيلتي تزود الاكسيتابيلتي. الجدول اهو اللي تنقص الصوديوم بيرميابيلتي تنقص الاكسيتابيلتي.
ايه اهم حاجة تمنع نبتدي اللي بينقصوا الاكسيتابيلتي اهم يا اولاد؟ حتى يسموه ممبرين ستابيلايزرز، يعني يخلوا الممبرين لا يستجيب، ما يحصلش فيه ديبولاريزيشن، تديله ستيمولس الممبرين ستيبل، ما يحصلش فيه تغير كهربائي. عشان كده نقص الصوديوم بيرميابيلتي بيسموه، ده السؤال الشافوي، ممبرين ستابيلايزرز. لما يقول لك مين الحاجات اللي بتخلي الممبرين ستابيلايز، اللي هي تمنع دخول الصوديوم، تمنع الديبولاريزيشن. مين ممكن امنع دخول الصوديوم؟ بطريقتين. الفسيولوجي زي ما قلت لكم كمال الحياه، واحد عاوز هيدخل البيت عاوز امنعه، اقفل الباب. ده اللي بيعمله اللوكال انستاتكس، المخدرات الموضعيه، اللي هو المذر دراج بتاعها اسمه كوكين. طبعا ده سام الكوكين، دلوقتي في زايلوكين لجنوكين، بس ده المذر دراج، دواء الام. يبقى فهمت لما بتروح لدكتور اسنان وبيديك لوكال انستاتيك ليه مش حاسس؟ لان هو قفل الصوديوم شانلز، فخلاص الصوديوم ما بيدخلش، ما فيش ديبولايزيشن، ما فيش سبايك بوتنشال، ما فيش سيجنال هتروح للمخ. هتحس ازاي؟ ما هو السيجنال هي السبايك بوتنشال، هي الاكشن بوتنشال، اسمه نيرف سيجنال. يبقى اللوكال انستيتيك لاول مره تفهم بتشتغل ازاي، بتمنع دخول الصوديوم، بتمنع الديبولايزيشن، بتمنع السبايك بوتنشال، اكشن بوتنشال، مفيش سيجنال. في طريقه ثانيه، ان انا فاتح الباب بس موقف بادي جاردز كده مش هيدخل الصوديوم. مين احسن بادي جاردز؟ الايونايز كالسيوم، قلناها صوديوم بوزيتيفلي تشارجد. الايونايز كالسيوم مش عنده واحده بس، الصوديوم مونوفيلنت عنده واحده بوست، ده عنده اثنين لو جدع تدخل. عشان كده قلنا يا اولاد اهم ايون يتحكم في الاكسيتابيلتي في الجسم اللي هو الايونايز كالسيوم، كما قوه شمشون في شعره قوه الكالسيوم في التشارجز. وهي الارجوحه التي لن ينساها الاجيال، اللي هو العلاقه بالاكسيتابيلتي والكالسيوم علاقه معكوسه. لو نقص الايونايز كالسيوم مفيش حرس على بوابات الصوديوم، هيدخل الصوديوم يزود الاكسيتابيلتي، ولك ان تتخيل العكس. وقلت لك ده سؤال لوحده في الام اس كيو، لما يقول لك مين اهم ايون بيتحكم في الاكسيتابيلتي، تختار وانت مغمض، كالسيوم، ايونايز كالسيوم. طيب العكس، طب لو مين اللي يزود الصوديوم بيرميابيلتي؟ ان مفيش حرس انقص الايونايز كالسيوم، فالصوديوم يدخل جامد فالاكسيتابيلتي تزيد. او ده بالعكس يفتح الصوديوم شانلز اسمه فيراترين، بس ده سام. نكمل الصوديوم. طب لو انا عندي هايبوناتريميا، يعني نقص الصوديوم في الدم، هايبوناتريميا، وقلت لكم قبل كده ليه سموا الصوديوم نيتريام ورمزه ان ايه، عشان اول ما لقوه في وادي النطرون في مصر، الاسم اصله عربي، عشان كده سموه نيتريام. تعلموا معلومات مش اي حاجه. يبقى الهايبوناتريميا لو نقص صوديوم في الاكسترا سيلولار فلويد، تتوقع الديبولاريزيشن يحصل له ايه؟ هو الصوديوم هو اللي بيعمل ديبولاريزيشن، الصوديوم بره قليل يبقى دخوله قليل يبقى ديبولاريزيشن قليل، يبقى هيقل الديبولاريزيشن، يبقى هيقل السايز اوف اكشن بوتنشال. لكن طبعا داز نوت افكت ريستنج ميمبرين بوتنشال، لان البولاريزيشن ده بوتنشال. طب لو قفلت خالص الصوديوم شانلز، بلوكج اوف صوديوم شانلز بدواء اسمه تترادوتوكسين، مفيش صوديوم هيدخل، مفيش اكشن بوتنشال، مفيش اكسيتابيليتي، سهله تقل البوتاسيوم. يبقى فهمت العامل ده؟ من اشهر الاسئله حتى في النظري واصعبها، بس بنشرحها بطريقتنا. واحد زائد واحد يساوي اثنين. ناخد الرول اوف بوتاسيوم، قلنا البوتاسيوم مسؤول عن البولاريزيشن، لو ريستنج ممبرين بوتنشال، اي حاجه فيها بولاريزيشن مسؤول عنها البوتاسيوم. بولاريزيشن الريبولاريزيشن، الهايبر بولاريزيشن، اي حاجه بولاريزيشن هتبقى بوتاسيوم. انما ريفرسال اوف بولاريتي العكس، يبقى العكس، يبقى صوديوم اللي هو الديبولاريزيشن. بص بقى معايا، في ناس كتير في عالمنا عندهم نقص في البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد، عشان كده بقول البوتاسيوم ده مهم قوي. امراض كتيره قوي تنقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد. خلاص تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ارسم لك رسمه جميله، لنفرض البوتاسيوم ناقص، بليز قولها صح، ما قلتش نقص البوتاسيوم، حددت في الاكسترا سيلولار فلويد، لازم تقول المعلومه كامله. نقص بوتاسيوم بس غلط، هفهمك ليه بعد شويه غلط. ناقص فين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد، الحاله نسبيه، يبقى جوه النيرف يعتبر نسبيا زايد، ما هو بره في الاكسترا سيلولار فلويد ناقص يبقى جوه زايد. يبقى حضرتك قول يبقى يتجه منين لفين؟ من جوه لبره، فيتجمع على الاوتر سيرفس البوتاسيوم، فيعمل لي ستيت اوف هايبر بولاريزيشن،
يعني هو اوريدي في بوزيتيف وطلع مور بوتاسيوم فخلاها مور بوست هايبر بولاريزيشن، يبقى بعدني عن الفايرنج ليفل يقلل اكسايتابيلتي. يبقى نقص البوتاسيوم في الاكسترا فلويد، خد بالك عشان كده حددت اكسترا فلويد، ادى الى زيادته على الاوتر سيرفس، يعني خلاه يزيد على الاوتر سيرفس، تبقى فاهمها. عشان كده قلت من الاول نقص في الاكسترا فلويد فخرج من جوه لبره اتجمع على الاوتر سيرفس، يبقى زاد على الاوتر سيرفس عمل هايبر بولاريزيشن. طالب مره سالني سؤال لطيف، هو ايه طب اللي بيخلي البوتاسيوم ما يسرحش يطلع بره خالص؟ ان النيجاتيف اللي جوه بيمسك البوست، هما ماسكين بعض عبر الممبرين. ده سؤال ناس كتير مش عارفه الاجابه بتاعته. هايبر بولاريزيشن يعني بعدت عن فايرنج ليفل اكسايتابيلتي تقل. في اطفال عندها مرض بيصيب اكتر من واحد في الفاميلي فيسموها فاميليال، بيؤدي الى نقص الاكسايتابيلتي للباراليسيس، الطفل بيجي له باراليسيس. طبعا لما البوتاسيوم ينقص يجي له باراليسيس، طب لما ياكل حاجه فيها بوتاسيوم موز مانجا ما شابه يروح الباراليسيس، فعشان كده يسموها فاميليال بيريوديك باراليسيس. باراليسيس موجود في بيريود وبيغيب في بيريود لو خدت بوتاسيوم، فاكتر من طفل في الفاميلي يبقى فاميليا. واذا عرف السبب بطل العجب، سبب نقص البوتاسيوم اديله اي في بوتاسيوم انترافينوس بوتاسيوم. العكس بقى اولاد اظن فاهمينها، لو هايبركاليميا مش نقص في الاكسترا فلويد هيؤدي بالعكس، يبقى البوتاسيوم هيدخل يعمل مور ديبولاريزيشن يبقى يزود الاكسايتابيلتي. طب لو قفلت البوتاسيوم شانل بالتترا ايثايل امونيوم بوتاسيوم يبقى مش هيأثر، يبقى الاكشن بوتنشال هيبتدي زي الفل، ديبولاريزيشن زي الفل بالصوديوم هو ماله. لكن نيجي نعمل ريبولاريزيشن احنا ما فيش بوتاسيوم، يبقى برولونجد ريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن هياخد وقت طويل قوي قوي قوي. هتقولي طب ليه ما يتلغيش خالص؟ ايه رايك انت فكر معايا؟ حضرتك قفلت الفولتج جيت بوتاسيوم شانل لكن لسه في الانور ريكتيفاين بتطلع، عشان كده الريبولاريزيشن هيبقى برولونجد. ونو هايبر بولاريزيشن خالص، نو هايبر خالص. يبقى فهمت ليه لما قفلته خالص ما اتلغاش تماما الريبولاريزيشن؟ انت لما قفلت الصوديوم اتلغى تماما الديبولاريزيشن، تقفل البوتاسيوم ما يتلغيش تماما. البوتاسيوم عنده تو شانلز بتاعت الريبولاريزيشن الاساسيه، هي الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل انت قفلتها، بس لسه في الانور ريكتفاينج اللي هي لان جيتد هتشتغل، بس يعني تطلع ببطء، فالريبولاريزيشن يبقى بطيء ومفيش خالص هايبر بولاريزيشن. هنوقف عند الاكوليبريم بوتنشال على ناقص 90 بالظبط. طب الرول اوف صوديوم بوتاسيوم بامب، لو عملت برولونج بلوكج للصوديوم بوتاسيوم بامب، وقفت صوديوم بوتاسيوم بامب تماما، فكر معايا، يبقى البولايز ستيت دلوقتي سببها ايه يا اولاد؟ سببها السلكتيف برميابيلتي بس، يبقى هتبقى ناقص 86. يعني هيحصل في الريستنج ممبر بوتنشال دي بولاريزيشن، بدل ما الفرق جوه ينقص 90 جوه هينقص 86، يبقى هيبقى مور بوزيتيف ريستنج ممبر بوتنشال، بدل ما جوه سالب 90 السالب بقى اقل فبقى مور بوزيتيف ريستنج ممبر بوتنشال، حصل شويه دي بولاريزيشن 4. وطبعا ويل افكت ذا اكشن بوتنشال، لان عشان نرجع كل واحد في 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 مكانه ده بنحتاج الصوديوم بوتاسيوم بامب زي ما نشوف. اللوحه الاخيره يا ولاد، اللي هي الكوندكشن او بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال. الاعصاب نوعان، في ان مايلينيتد وفي مايلينيتد، يعني في حواليها مايلين شيس وفي ما حواليهاش مايلين شيس. الانمايلينيتد اللي هي زي السي فايبرز. هنا بقى انا يعني جمل سهله جدا بس بسميها السهل الممتنع. حضرتك الحته اللي ما خدتش ستيمولس بتبقى في الريستنج ممبر بوتنشال، يعني في البولايز ستيت، يعني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. دي معلومه رقم واحد، عد معايا، معروف حته لسه ريستنج اهي، ريستنج اريا. تبقى في الريستنج ممبر بوتنشال بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. الحتة اللي خدت الاستيمولس حصل فيها دي بولاريزيشن، دخل الصوديوم عمل دي بولاريزيشن، خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى الاكتيف اريا حصل فيها دي بولاريزيشن. يبقى تاني الريستنج في البولاريز ستيت بره بوزيتيف اكتر من جوه، الاكتيف اللي خدت الاستيمولس حصل فيها دي بولاريزيشن بره نيجاتيف. الجمله الثالثه حضرتك تقولها بقى، نيجاتيف جنب بوزيتيف تتوقع ايه اللي يحصل؟ نيجاتيف جنب بوزيتيف 100% يحصل اتراكشن، نيجاتيف يسحب البوست بالالكتريكال جريدينت، فيحصل لوكال، يعني موضعي، دي اهم كلمه في الاجابه هي باللون الاصفر،
باسيف سيركت، دائرة موضعية باسيف، مش عاوزة طاقة، نيجاتيف بيسحب بوزيتيف، ألونج جريدينت، مفيهاش طاقة. ما قلتش دي هتاخد صفر، لوكال باسيف سيركت. فيحصل اللي احنا عاوزينه بالظبط، لما تشيل بوزيتيف من هنا تشيل بوزيتيف من هنا يبان النيجاتيف اللي تحتيه. أظن أنت فاهم ليه؟ لأن أنا قلت يا أولاد بره مفيش بوزيتيف فقط، في بوزيتيف أكثر. فلما تشيل البوزيتيف تشيل البوزيتيف يبان النيجاتيف، يحصل في الحته الريستنج دي بوزيشن لما توصل الفرج ليفل تدي اكشن وبوتنشال. خلاص؟ طب والحته دي لما يجي لها البوزيتيف ترجع تاني في الريستنج ممبر بوتنشال. النقطه الجميله بقى اما بيقولوا لي بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، ده غلط. انا قلت الاكشن بوتنشال ما بيمشيش، الاكشن بوتنشال ده ولد نيو اكشن بوتنشال جنبه. النيجاتيف ده سحب البوزيتيف فحصل هنا نيجاتيف، ما وصلنا الفارينج ليفل طلع اكشن بوتنشال جديد، نيو اكشن بوتنشال. بس انا بشبهها تشبيه لطيف يا ولاد، وهكذا ان سو اون. طبعا النيجاتيف هيسحب البوزيتيف يبقى ده نيجاتيف يطلع نيو اكشن بوتنشال. بيبدو للراي للي بيبص الاكشن بوتنشال مش، انما هو ما مشيش. وبشبهها تشبيه قوي، عارف زي في في المصابيح لما يحطوها كده في ايه بالكمبيوتر في مربع، وبعدين اللمبه دي تطفي ودي تولع، وبعدين دي تطفي اللي جنبها تولع، ان سو اون. فانت يتهيأ لك ان اللاين الضوء بيمشي، هو اكشن مفيش حاجه مشي، هو دي طافت دي ولعت، دي طافت دي ولعت، هي بالظبط كده. الاكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال هنا يعمل اكشن بوتنشال جنبه هو يطفي، اللي جنبه يعمل اكشن بوتنشال جنبه هو يطفي. اتس نيو اكشن بوتنشال، بس يبدو ان الاكشن بوتنشال مشي، بس مش هو نفسه الاكشن بوتنشال. دي نقطة مهمة للناس اللي عاوز تفهم، زي حكاية الضوء دي تطفي واللمبة دي تولع، وبعدين دي تطفي واللي جنبها تولع، فأنت تتهيأ لك إن الضوء ماشي. فالأكشن بوتنشال عمل أكشن بوتنشال هنا وهو اندثر هنا، حصل رجع للريست، وده عمل في اللي جنبه وهو اندثر، فبدأ إن الأكشن بوتنشال ماشي. يبقى أهم حاجة لوكال باسيف سيركت. المايلينيتد اللي هي فيها مايلين شيس انتربتد عند النودز أوف رانفيير، أنتوا عارفين المايلين شيس ده انسوليتور، وفي هنا انتربتد عند النودز أوف رانفيير. نفس القصص هي هي، هتقول بدل ما تقول بارت تقول او اريا تقول نود، فهتقول الريستنج نود في البولارايز ستيت، يعني بره بوست الريستنج نود هنا، والاكتيف نود لما خدت ستيمولس دخل الصوديوم عمل دي بولارايزيشن. الجمله الثالثه بتاعتكم النيجاتيف هيسحب البوست، بس في فرق هنا بقى، البوزيتيف عشان يوصل للنيجاتيف وفي مايلين شيز في النص have to jump، لازم ينط long distance over the mile and cheese، يبقى الكوندكشن by jumping، عشان كده سموها سلتاتري كوندكشن. هي ده السؤال في الام اس كيو، يبقى في المايلينيتد بالسلتاتري كوندكشن لازم ينط، وعليه ادتني ميزه رهيبه بقى اسرع، more velocity، الفيلوستي زادت up to 50 folds، ان الامايلينيتد 2 متر، ما من نص الاثنين هناخد اثنين، المايلينيتد ايه 100، 100 قد اثنين كم مره؟ اب تو 50 فولتس. وبعدين كونسيومز ليس انرجي، دي بقى الطلبه مش فاهمينها. طلبه سالوني سؤال جميل، قالوا لي مش انت قلت لنا انه من الاول عمليه باسيف، يعني نيجاتيف بيسحب بوزيتيف باسيف، فين الانرجي انت بتحكي عليها؟ ايوه يا ولاد صح، الكوندكشن نفسه باسيف، نيجاتيف يسحب بوزيتيف باسيف، بس كل نقطه بيمر بيها الاكشن بوتنشال ازاي بيحصل دي بولاريزيشن؟ ذكروني، بيدخل شويه صوديوم. طب ازاي بيحصل دي بولاريزيشن؟ بيخرج شويه بوتاسيوم. الله، يبقى توزيع الايونات اتلخبط قليلا، في شويه صوديوم دخلوا عملوا دي بولاريزيشن، شويه بوتاسيوم خرجوا عملوا دي بولاريزيشن. انا بقى عاوز ارجع الصوديوم مكانه بره والبوتاسيوم مكانه جوه، اعملها ازاي دي؟ الصوديوم بوتاسيوم بومب اللي عاوزه طاقه، يبقى الكوندكشن نفسه ما بياخدش طاقة، لأن النيجاتيف بيسحب البوزيتيف دي باسيف، إنما بسبب الكوندكشن، بسبب الكوندكشن الدي بوزيشن دخل شوية صوديوم والري بوزيشن طلع شوية بوتاسيوم. كل نقطة بيمر بيها الأكشن بوتنشال بيعمل لخبطة في الأيونز، اللي يرجعهم تاني هو الصوديوم بوتاسيوم بامب. وإديت المثال الطفولي، قلت أنا عزمت الناس كلها قلت لهم تعالوا البيت وكل واحد يجيب أكله، وبعدين يقول لي ما أنت مش هتكلف حاجة. لا اتكلفت يا حبيبي، انتوا جيتوا لخبطتوا لي البيت وبهدلتهولي، جبت ناس ينضفوا اديتهم فلوس، يبقى انا اتكلفت مش في العزومه نفسها بعد العزومه، في ترتيب البيت. فالاكشن بوتنشال بيمشي بيسيبنا في شويه لخبطه، في شويه صوديوم دخلوا، شويه بوتاسيوم خرجوا،
عشان ارتب البي اتش صوديوم بوتاسيوم بامب عاوزه طاقه. لما يبقى امالينيتد صوديوم بوتاسيوم كله بيتلخبط يبقى محتاج الصوديوم بوتاسيوم بامب في كل العصب. انما في المايلينيتد اللي بيتلخبط بس النودز اوف رانفير يبقى محتاج صوديوم بوتاسيوم بامب بس في النودز اوف رانفير. سو ات تيكس ليس انرجي. يبقى حاجه رائعه في الخلق الالهي. مور فيلوسيتي وليس انرجي. ومع ذلك يا اولاد هقول الجمله اللي ما اعرفهاش كثير من الزملاء. معظم الاعصاب في جسمنا مش من المايلينيتد تايب اللي هو احسن اسرع وبياخد وقود اقل. في احلى من كده. ده احنا في الحياه العربيه الاسرع بتاخد وقود اكتر. عند ربنا لا. سرعه ومفيش وقود. طب ليه ربنا خلى معظم الاعصاب امايلينيتد سي؟ عارف ليه؟ عشان بتاخد ليس سبيس في الجسم. واحنا ما عندناش سبيس كافي. فعاوزين نستخدم التخين بس حيث ينبغي السرعه. لكن سي الامايلينيتد بتاخد ليس سبيس فمعظم الاعصاب سي فايبرز برغم انها اوحش. فاضل سؤالين ام اس كيو ونقفل بارت 1. احنا قلنا الاعصاب ثلاث انواع A و B و C. A thick myelinated, B thin myelinated, C unmyelinated. الفيلوسيتي قلت لكم الطريقه السهله نكتب لكم الاعداد اللي هي بيكتبوها في الانجليش بوكس تكست بوكس. لكن دي الاعداد اللي هي الجيرمان او الامريكا اللي هي لا يمكن ان تنسى. واحد 10 100. السي 1 متر في الثانيه. البي 10 متر في الثانيه. الاي 100 متر في الثانيه. طبعا في رينج ال100 في نصه. في رينج ال10 في نصه. في رينج ال1 في نصه. طيب اللي اسرع ياخد مده ايه بقى بالعقل انت؟ ياخد مده اقل. فعشان كده السبايك ديوريشن مده السبايك معكوسه. هنا اسرع 1.5 ملي سكند، هنا 1 ملي سكند، هنا 2 ملي سكندز. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اديني اكزامبل. الايه احسن اكزامبل؟ السوماتيك. ما احنا قلنا السوماتيك سريع قوي في الاوتونوميك. البي اسف بري جانجليونيك والسي بوست جانجليونيك اوتونوميك. يبقى الايه سوماتيك فايبرز، البي بري جانجليونيك اوتونوميك، سي بوست جانجليونيك اوتونوميك. النقطه الرابعه دي اهم واحده بتيجي في الام اس كيو يا اولاد. موست سنسيف لمين؟ ارفع عصب وهو السي لو حطيت عليه كيميكالز هينفذ الى مركزه ويأثر فيه اولا عن البي عن الايه. هيوصل السنتر هنا اسرع من دي اسرع من دي. فتبقى السي موست سنسيف لللوكال انستاتكس اللي هي الكوكين. اند ثانك جاد. عارف ليه بقول ثانك جاد؟ لان البين احنا بندي لوكال انستاتكس ليه؟ معلومه هي فقره معلومات عامه عشان نضاع البين. البين افتح ودنك بيحمل اساسا على السي فايبر اللي هي بتتاثر اولا بالكوكين. سي مع السي اهو. السي فايبر بتاعت البين بتتاثر بالكوكين اللي هو لوكال انستاتكس. بينما الفايبرز التخينه تتاثر اكتر بالبريشر لان البريشر بيقلل بلاد سبلاي او الهايبوكسيا نقص الاوكسجين. انا عاوز اوكسجين وعاوز بلاد كتير. فالايه تتاثر اكتر بالبريشر. انا مش موافق عليها طبعا. والهايبوكسيا يليها البي بالبريشر والهايبوكسيا. السي تتاثر اكتر باللوكال انثيتكس. هوفر في بعض الكتب العربيه بيكتبوا حاجه غريبه شويه بس هنمشيها معاهم ان الاي اكتر حاجه تاثر فيه البريشر، البي الهايبوكسيا، اوعى تنسى السي الكوكين اللي هو اللوكال انثيتكس. اخر سؤال ام اس كيو. في حاجه اسمها نيوروتروبينز. اي ان يعني بروتين. نيورو عصب. تروفيك يعني مغذي. يبقى بروتين مهم لتغذيه الاعصاب. هي الكلمه شفت الترمينولوجي حلو ازاي يا ولاد؟ لو انت فاهم الترمينولوجي جاب نص الاسئله. البروتين المهم لتغذيه الاعصاب. نيورو تروبين. بروتين تروفيك يعني مغذي للنيرفز. بروتين نيسيسري فور نيورونال جروث يغذيها وبالتالي مهم للنيورونال جروث والديفلوبمنت والسرفايفل الحياه. مين بينتج البروتين ده؟ مش النيورونز، مش الخلايا العصبيه. الخلايا الطلائيه اللي هي الكونكتيف تيشو سيلز بتاعه الجهاز العصبي جلايل سيلز. جلايل يعني زي طلاء يعني سمغ او حاجه زي كده. خلايا غرائيه حتى لو عاوز بالظبط معناها خلايا غرائيه جلايل سيلز. في النقطه الصعبه يبقى اللي يبقى النيورونز محتاجه بروتين عشان تتغذى وتعيش وتكبر. مين اللي ينتجها لها؟ مش النيورونز. الخلايا الغرائيه الطلائيه اللي هي الجلايل سيلز. وبعدين هي تاخدها تبقى انترنالايز يعني تاخدها بالايه بقى بالاندوسيتوزيس عشان بروتين. وتمشي ريتروجريد من الاكسون تروح للسيل بادي.
يبقى تمشي عكس الاتجاه من اكسون لورا عكس الاكشن وتنشل ماشي من السيل along the axon، هي تمشي من الاكسون to the cell يبقى عكس الاتجاه يسموها ريترو جريد اتجاه عكسي. اشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق وفقكم الله. هروح ربع ساعه ثم نقول البارت 2 اللي هو المسل مالتيبل تشويس. ربع ساعه يا اولاد، جود لك.